بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. احنا ملوك البلاس 90، احنا الأهلي جيل ورا جيل، وعمرنا ما عرفنا المستحيل. أهلي الانتصارات، أهلي البطولات. وانت بتواجه النادي الأهلي ما تفرحش إلا دايما مع صفارة الحكم. الأهلي ملك الدقيقة 90. الأهلي دايما في القمة بالأرقام والإنجازات والبطولات، مش بس بالكلام. في ناس بتطلع تتكلم بس، ما بتعملش حاجة تانية غير إنها تفضل تتكلم، ولكن إحنا دايما مش مشغولين بالكلام، إحنا مشغولين بإن إحنا، أنا مشغول بالكلام، والإعلام الأهلاوي مشغول بالكلام، ولكن فريق النادي الأهلي مشغول بالفرقة، مشغول بالفريق، إدارة النادي الأهلي مشغولة بالإنشاءات والإنجازات اللي بتعملها، مجموعة اللاعبين اللي موجودين مشغولين بحاجة واحدة فقط وهي الملعب، إزاي نكسب، إحنا دايماً في ظهر الفريق، إحنا دايماً، أنا قلت لحضراتكم قبل كده من خلال هذا البرنامج، محدش يتوقع إن أنا ممكن أخبط في الفرقة. محدش يتوقع هذا الأمر، لأنه أنا في النهاية شايف إن إحنا عندنا مجموعة رائعة من اللاعبين. مش أنا لوحدي بالمناسبة، مجموعة كبيرة جدا، السواد الأعظم من جمهور النادي الأهلي شايفين هذا الكلام، وبالتالي أنا ما بقولش لحضراتكم الكلام ده من النهاردة، أنا بقوله حتى وإحنا في ظروف رائعة جدا، يمكن الظروف الفترة اللي فاتت مش جيدة، ولكن مش جيدة لأنه الناس شايفة إن مستوى بعض اللاعبين قل. ممكن نتكلم ونقول في أخطاء ونقول في كذا وبنقول في كذا، ولكن في النهاية سنظل مساندين دائما وبشكل دائم لكل اللاعبين، لكل من يحمل اسم النادي الأهلي، ولكل من يحمل شعار النادي الأهلي، سنظل مساندين ليه؟ مساندين في الحق، مساندين للنادي الأهلي عشان يواصل انتصاراته وبطولاته. وزي ما قلت دائما الفريق هو الأهم، مش إسلام ولا محمد ولا علي ولا حسين، الفرقة هي الأهم. دايما هنكون في ظهر لعيبتنا، مش اسلام برضو، انا اتعلمت ده من حضراتكم، من جمهور النادي الاهلي. قد اكون في بعض الاحيان وانا قاعد بتفرج ببقى زعلان من الفرقه خلاص، ولكن انا اتعلمت من جمهور النادي الاهلي، واخرها المباراه السابقه، المباراه اللي فاتت على طول، اللي احنا جبنا فيها هدف في الدقيقه 96، لغايه الدقيقه 96 و20 ثانيه وهو وقت إحراز النادي الأهلي للهدف، هدف الفوز، محمد شريف، لغاية 96 و20 ثانية وحضراتكم جمهور النادي الأهلي بتشجعوا، وحضراتكم أو مجموعة الجمهور اللي كانوا قاعدين اللي في الملعب بتشجعوا لآخر ثانية. فأنا لازم أتعلم من جمهور النادي الأهلي، ولازم أشوف جمهور النادي الأهلي بيعمل إيه وأحاول أعمل زيه. في الآخر احنا ما بنحاسبش لعيبة على ماتش ولا على ماتشين، احنا بنحاسب لاعبين على شكل السنة عامل ازاي. عايزين ناخد كل البطولات السنة دي، فلازم نفضل في ظهر فرقتنا. الانجازات عارفين ان هناك حرب شرسة، وهحكي لحضراتكم احد الحروب الشرسة دلوقتي، ولكن الكل يهدف لهز استقرار الفريق. شائعات كل يوم، كل يوم شائعات، حضراتكم مش متخيلين كمية الكلام اللي بيتقال. أنا ببقى قاعد أبص كده وأشوف الأخبار اللي طالعة وأشوف الكلام اللي جاي لي، الله، هو إيه يا جماعة ده؟ هو للدرجة دي محدش عارف إيه اللي بيحصل؟ لكن إحنا هنا في البيت الكبير ومن خلال قناة الأهلي هدفنا هو منع الشائعات. منع الشائعات دي إنها تهز استقرار الفريق. فريقنا مستقر. عندنا بعض الأخطاء، كلنا بنتكلم في هذه الأخطاء بالمناسبة، ولكن دايما جمهور النادي الأهلي وقناته وإعلامه هيكونوا هم حائط الصد والمانع الأول والأخير، مش عشان حاجة، ولكن عشان شعار النادي الأهلي واسم النادي الأهلي. فكلنا هنبقى واقفين ضد أي شائعات بتحصل، كلنا هنبقى واقفين ضد أي حاجة بتحصل. لانه مثلا خليني اتكلم مع حضراتكم بمنتهى الامانه، امبارح النادي الاهلي فاز في الدقيقه 96، فوزنا امبارح عامل مشاكل لناس كتيره قوي، وحوري لحضراتكم عشان بس اللي مش عارف يعرف. والحرب ما زالت مستمره، الحرب الرياضيه ما زالت مستمره على التحكيم من الانديه الاخرى ومن الانديه المنافسه، لان الانديه المنافسه دي كل على طول واخده حقها،
ودايما بتتجامل، مش عاجبه، مش عاجبه لانه التحكيم هو عايز دايما التحكيم متحامل على النادي الاهلي، مش في حاجات قليله، في كل شيء. بمعنى اصح ان الاهلي بيفوز رغم الظلم التحكيمي. النادي الاهلي حتى هذه اللحظه لم يفقد الا نقطتين بس، وحضراتكم عارفين ليه وازاي. الهدف بتاع النادي الاهلي هو ان هو عايز يلعب عشان يكسب ويفرق في النقاط، فالباقي الناس كل اعلام الانديه المنافسه بيعملوا ايه؟ عايز يتجامل بس، شعار واحد وهو جاملني فقط، مش جاملني انا كنادي اهلي، يجاملهم هم. شعار واحد جاملني واظلم الاهلي، يا اما انا هطلع هاجم التحكيم واتهم بالباطل حاجات كتيره جدا بتحصل في التحكيم، اقولها بالباطل زي ما في حاجات كتيره قوي بتتقال بالباطل. هقول ان هم موجهين، هقول ان هم ظالمين، هقول ان هم مرعوبين، هقول اي اتهامات وخلاص على التحكيم علشان يجاملوني او يجاملوا النادي المنافس ويجوا على النادي الاهلي. رجعوا الاحتواء، رجعوا الاحتواء، والا الحرب مستمره على التحكيم. قنوات كامله بتسخر في كل برامجها لمحاربه التحكيم واطلاق الشائعات للضغط على الحكام. انا بتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحه، وما زالت هذه الامور مستمره حتى الان على كلاتنبرج وعلى غيره من الحكام. طيب الضغط جاب نتيجه؟ الضغط اللي هم بيعملوه جاب نتيجه؟ ايوه، اثر على بعض الحكام. شفتوا مباراه فيوتشر؟ ضربه جزاء 2-1، 2-1 اللي هي بتاعت علي معلول وشادي حسين، علي معلول وشادي حسين. مش اسلام اللي بيقول هذا الكلام، ولكن كل خبراء التحكيم اتكلموا في هذه النقطه. ولاعب كان يجب ان يتم طرده ناحيه اليمين لما دخل على عمرو السوليه، ولكن لم يطرد، والحكم والفار شاهد ما شافش حاجه. الغريب بقى ان اعلام الانديه الاخرى المنافسه حافظين، مش فاهمين، حافظين والله. واحد طالع يقول لك ايه؟ والله العظيم اللي حصل ده، انا بتكلم بجد مش بهزر، اللي حصل ده بجد فعلا حصل. لازم نروح للحكام او الحكم اللي حكم مباراه النادي الاهلي وفاركو الاخيره، يجب ان يتم احالته للتحقيق علشان ركله الجزاء. ركله جزاء ايه؟ ركله جزاء يعني ايه ركله جزاء؟ هو مباراه الاهلي وفاركو كان فيها ركله جزاء؟ بجد والله العظيم الكلام ده اتقال على احد الشاشات. ناس حافظه سكريبت جاي محطوط قدامك، قول الكلام ده. اهدى بس شويه، اهدوا يا جماعه شويه. قال لك حسب ضربه جزاء للاهلي مشكوك في صحتها. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ والناس يعني في ناس للغريب، الغريب ان في ناس مش جمهور الاهلي طبعا، بعض من لا يشجع النادي الاهلي بتصدق هذا الكلام. ضرب الجزاء ايه؟ انت مين وجاي فين؟ حفظوك ايه؟ وسكريبت اللي محطوط قدامك لازم تقول الكلمتين دول، فلازم تقولهم، لازم تقول الكلمتين دول. الا هشد لك ودانك. طبعا اللي بيقول الكلام ده اكيد معرفش هو من مصر ولا من بره مصر ولا مش عارف. شفت مباراة مختلفة عن اللي احنا شفناها؟ ضرب الجزاء يا فندي انت اهو. هي انت تعرف يعني ايه كرة قدم؟ ولا انت حافظ وخلاص؟ هو الحقيقة، الحقيقة يعني في كلمة اتقالت صحيحة، الحكم يجب ان يتم التحقيق معاه، مش علشان جامل الاهلي في ضرب الجزاء زي ما اتقال، ولكن التحكيم في هذه المباراة جه على النادي الاهلي كتير جدا جدا، مباراة فاركو الاخيرة. ولكن في النهاية الأهلي قدر يكسب بجهده وعرقه وفي آخر لحظة. آخر لحظة دي بتوجع القلب، بتوجع القلب. بص يعني تخيل أنت بقى عمال تحتفل وفرحان، وفجأة يقوم جاي محمد شريف جايب فيك الجول،
في الدقيقة 96. الناس كلها بعض من لا يشجع النادي الأهلي طبعا كانوا بيحتفلوا، ما خلاص النادي الأهلي فقد نقطتين كمان. على فكرة ما ممكن تحصل، ما عندناش مشكلة، وهنفضل في ظهر فريقنا، وهنفضل واقفين ورا فريقنا، وهنفضل نساند فريقنا. وآخر يقول لك إيه؟ الحكم حسب وقت زيادة عن الوقت الضايع، والهدف جه في الدقيقة 98، والحكم حاسب 6 دقايق. طيب قبل بس ما أكمل مع حضراتكم هذا الكلام، أولاً حوري أنا دايماً لما بطلع أتكلم مع جمهور النادي الأهلي، لأن جمهور النادي الأهلي بيقتنع لما بيشوف بعينيه وبيسمع بودانه حاجة تقنعه. طيب أنا هقنع حضرتك، جمهور الأهلي طبعاً هو جمهور الأهلي مقتنع، ولكن أنا حوري لحضراتكم قد إيه الناس دي بتكذب، قد إيه الناس دي بتكذب. أنا بوري لحضراتكم الوقت اللي ضايع، أول تضييع وقت حصل في الست دقايق اللي تم احتسابهم. فاول لفاركو، شوف بقى قعدنا فيها قد إيه الفاول ده عشان يتلعب. لعيبة الأهلي بتروح للحكم تقول له إيه؟ الوقت يا كابتن، الوقت يا كابتن طارق. لغايه دلوقتي 35 ثانيه اهو والفاول لم يلعب. بص لعيبه الاهلي بيقولوا الحكم ايه، ادي 39 40 41 ها كمل او لعب في الدقيقه بعد 40 ثانيه. ده التوقف الثاني في الست دقائق، كل ده بس انا بتكلم مع حضراتكم في الست دقائق فقط اللي تم احتسابهم وقت بدل ضايع. 40 ثانية زي ما حضراتكم شفتوا، 40 ثانية أو 41 ثانية، دلوقتي داخلين في 20 ثانية أهو، 20 ثانية اتلعبت الكورة، التوقف الثالث. كده يبقى دقيقة زيادة. الحارس بتجيله الكورة أهو زي ما حضراتكم شايفين، هتنقل الكورة دلوقتي أهو، كورة واقفة. كل ده حضرتك مفيش لعب. أهو، أدي 20 ثانية كمان تقريباً يعني. أهو، الحكم شافه بيضيع وقت، قام مديله إنذار. دخلنا في 25 ثانية 30 ثانية. أنا بوري حضراتكم بس. أدي كده دقيقة ونص. ده التوقف الرابع أهو أمام حضراتكم. اتفضلوا. حمدي فتحي المصاب أو اللي اتخبط قام بسرعة وجري. عايز يلعب، عايز أكسب. الحكم شاف إن اللاعب بتاع فاركو بيضيع وقت، قام عامل إيه؟ اتفضل كمل. أدي حضرتك كل الوقت الضايع. يعني هنقول لحضراتكم هما ممكن اكتر من دقيقتين، لكن نقول دقيقتين. الهدف ما جاش في الدقيقه 98 يا جماعه. الناس بتكذب وخلاص، بيقولوا اي كلام، حتى ما بيعرفوش يبصوا في اللوحه. بص في اللوحه، ورينا اللوحه الهدف جه في الدقيقه كام اهو. مش انا اللي بقول برضو يا جماعه الكلام ده على فكره. اقف بس لو سمحت وحطوا لي التايمر. طب انتوا حاطينها ليه؟ حطوا لنا التايمر يا شباب. انا بوري بس حضراتكم، انا بوري جمهور الاهلي الناس بس عماله تتكلم وخلاص، اي كلام بيتقال، لكن حد يتكلم بالمنطق وبالعقل. على فكره ساعتها هنستجيب وهنبتدي نتكلم بالعقل وبالمنطق برضو، ما عندناش مشكله بالمناسبه. ارجع حضرتك للقناه اللي كانت بتذيع المباراه لغايه لما يجيبوها لنا احنا هنا، هتلاقي هدف الاهلي جاي في الدقيقه 96 و20 ثانيه، مش 98. وده امر طبيعي على فكره اثناء الوقت الضايع. شوف الكره وقفت قد ايه، زي ما وريت حضراتكم، على الاقل دقيقتين. ولا انت ما بتشوفش الساعه يا جماعة؟ الناس دي حافظة مش فاهمة. أنا جاي لي سكريبت أتكلم فيه وأقول فيه 1 2 3 هقوله مهما كان. أنت ما تقولش لو طلعت بره سكريبت ده هعمل لك مشكلة. ودانك. لكن الحكام جاملوا الأهلي. هو ده اللي وخلاص، ماليش دعوة بأي حاجة، الحكام جاملوا الأهلي. هو السكريبت جاي لي كده وهقوله كده. بص الحقيقة أهو، معلش هاتها لي تاني. بصوا حضراتكم فوق على الشمال، ده من اون سبورت طبعا.
بصوا حضراتكم فوق على الشمال، الاهلي بيلعب فاركو. الاهلي بيلعب فاركو. لا هات لي من الاول، ارجع ورا شويه برجاوي لو سمحت. لحظه احراز الهدف. لحظه احراز الهدف. هتقولي لحظه احراز الهدف. الدقيقه 96 اهو، وقف لحظه احراز الهدف، اقف. هات خلي الشريف دخل الجون. يلا اقف بس، بس بعد اذنك. حضرتك شايف على اللوحه فوق كام؟ 96 وكام؟ و16 ثانيه، مش 20 ثانيه كمان. انا اسف انا غلطت. 96 و16 ثانيه. تعال لي ناس حافظه يا جماعه، والله ما حدش فاهم حاجه. اضرب واطلع قول الكلمتين وقول السكريبت وخلص وخلاص. لكن ان انت تتكلم كلام منطقي اقدر ارد عليك فيه، لكن هو بس الكلام ايه؟ اطلع قول ان الاهلي بيتجامل، واطلع قول ان الهدف جه في الدقيقه 98، واطلع قول ان كان في ضربه جزاء عشان كده بنجامل الاهلي. هو السكريبت جاي له كده يا عيني، فلازم يقولوا كده. لكن انه يقول مثلا ان الاهلي عنده اخطاء فنيه، هو حر، اللي عايز يتكلم في هذا الامر هو حر، ولكن تتكلم في حاجات واضحه وصريحه قدام العالم كله وقدام مصر كلها. واحد تاني من الحافظين يقول لك منظومه التحكيم ينقصها العداله. هو حضرتك بتتكلم على العداله؟ طب راجع مباريات الفرق الاخرى. فريقك الموسم اللي فات اتعامل معاه ايه؟ الموسم اللي قبله اتعامل معاه ايه؟ وانت تعرف العداله حول الدوري، حول الدوري من الاهلي لمين؟ من النادي الاهلي لفين؟ لكن انا عارف ان السبب هو غياب جزء من الاحتواء. لكن لازم نظلم الاهلي عشان الاحتواء يبقى كامل. وللاسف ان في ناس منهم لعب الكوره وبيلعبوا على الترندات، بس يقول لك اصل احنا خدنا الدوري في موسمين تطبيق الفار. طب ما هو الفار بيتطبق في افريقيا، خدتوش ليه؟ الفار بيتطبق في افريقيا، ما خدتوش ليه في افريقيا؟ ولا هو برضه السكريبت جاي كده وعايزين نقوله؟ نغمه مكرره هتلاقوا هذه النغم. عشان كده بقول لحضراتكم يجب ان يكون، بقول لجمهور الاهلي الفتره اللي جايه دي لا يجب الا شيء واحد فقط، وهو مسانده الفريق. لان احنا نادي الاهلي ما بيفكرش في حاجه والله العظيم ثلاثه صدقوني. يعني عمري مثلا ما عملنا مؤامرات وكلمني مش عارف مين وده كلمني من هنا وقول لي، ما فيش الكلام ده، بيحصلش في النادي الاهلي، ما بيحصلش في النادي الاهلي. احنا كل اللي عايزينه ان احنا نلعب كرة قدم ونفوز بعدل ربنا، وبعد كده او نلعب كورة بعدل ربنا والناس تستمتع. ربنا كرمنا وكسبنا كان بها، لا قدر الله حصل حاجة، ساعتها هنقول ان النادي الاهلي، ادارة الاهلي قادرة على هذا الامر. بالمناسبة لان حضراتكم شفتوا هذا الموضوع، قادرة على ايه؟ ان لما يكون في الفرقة فيها اخطاء بنقعد ونصلح. لكن ان يحدث ان يكون كل الحكام ضدك او التحكيم يكون ضدك، اعتقد ان ده شيء صعب جدا. حاجه تانية، وبالمناسبه انا هفضل اتكلم في هذا الموضوع لغايه كاس العالم ان شاء الله، ان شاء الله كاس العالم اللي احنا بس اللي بنروحه بالمناسبه، فهفضل اتكلم عنه لغايه كاس العالم. انا بتكلم اهو وبأحذر من دلوقتي قبل بداية كأس العالم، محدش يجي يقول لي أصله كأس العالم، أنتوا بتلعبوا في كأس العالم فإحنا هنضغط لكم الماتشات كل يومين مباراة. لن يوافق على هذا الأمر أي حد، ما أعتقدش إن مجلس إدارة النادي الأهلي أو إدارة الكرة في النادي الأهلي توافق على هذا الأمر. لأنه إحنا شفنا السنة اللي فاتت واللي قبلها حصل معانا إيه. بالمناسبة أنا بمثل بلدي وبمثل النادي الأهلي وبمثل القارة الأفريقية في هذه البطولة. فأنا رايح عشان أنا بمثل بلدي وبمثل القارة الإفريقية، ده على حسب اللوائح، اللي عايز يطلع يقول غير كده يطلع، ما عنديش مشكلة. فحضرتك
من المفترض ان انت تكافئني مش تقف ضدي او تقول لي انا هضغط لك الماتشات عشان الدوري احنا عايزينه يخلص 1-5. طب ما يخلص 20-5، ما يخلص 20-5 ولا 30-5. انا يعني حضرتك بتدخلني في كلام انا مش مسؤول عنه. انا مسؤوليتي ان انا كنادي اهلي او النادي الاهلي مسؤول عن ايه؟ مسؤول على ان هو يعمل فريق كويس ياخد بيه البطوله علشان يلعب او يمثل بلده افريقيا ودوليا ويشرفها ويحقق لها ميداليات، وزي ما عملنا في كل الفترات اللي فاتت. في فترات في كاس عالم لما خدناش فيه مركز، وفي ثلاثه كاس عالم خدنا فيهم ثالث العالم. فاحنا بنسعى ان احنا ناخد تاني واول، ربنا يسهل ونقدر نعمل كده. فالمفروض حضرتك تكافئني وتقف معايا كاتحاد كوره، مش تقول لي اصل انا هضغط لك الماتشات بتاعتك. طب ومين اللي هيطلع؟ هنلعب جيب من اللي هجيب لعيبه منين تلعب ماتشات؟ يعني انا بقى احذر في الموضوع ده من دلوقتي، من دلوقتي اهو قبل كاس العالم بتقريبا شهر ونص شهرين. اتمنى ان انا اشوف النادي الاهلي في كاس العالم وما نرجعش. ان شاء الله ربنا يكرمنا في كاس العالم ونوفق ونشوف الموضوع هيحصل فيه ايه. والحقيقه برضو حاجه ثالثه، وانا اسف ان انا طولت في هذا الامر، لكن لازم اطول في الكلام ده واقول انه بشوف نبره حزن غريبه جدا، نبره حزن غريبه جدا. هو ليه نبره الحزن يا جماعه؟ النادي الاهلي قاعد جاله جواب: يا نادي اهلي بعد اذنك انت كبير القاره الافريقيه، والسنه اللي فاتت لعبت المباراه النهائيه ضد الوداد، فالوداد هو بطل افريقيا، فحضرتك بما ان الوداد هينظم هذه البطوله فحضرتك تكون ممثل للقاره الافريقيه. مش النادي الاهلي اللي سعى لهذا الامر. يعني لو البطوله دي كانت اتلعبت في الامارات، هل النادي الاهلي كان هيبعت جواب للاتحاد الافريقي يقول له والنبي خدني معاك في كاس العالم؟ كلام يعني مش منطقي يعني. ففي النهايه انا بأمثل بلدي وبأمثل قارتي، فحضرتك ما ينفعش تعاقبني على هذا الامر، ولكن ينفع ان حضرتك تكافئني وتقف معايا وتقول لي تعالى نحل مع بعض. اداره الكوره في النادي الاهلي ممثل ليها يقعد مع رابطه الانديه ومع ممثل في الاتحاد. انا على فكره الكلام ده انا اللي بقوله، انا اللي مسؤول عنه، محدش تاني مسؤول عنه. الكلام ده قد تكون فكره في دماغي مثلا او حاجه، لانه انا بشوف عدت عليا السنتين اللي فاتوا كاهلاوي، عدت عليا السنتين اللي فاتوا وشفت حصل ايه في النادي الاهلي في نهايه الموسم بسبب الاجهاد اللي حصل لمعظم اللاعبين. طب انا خدتها السنه اللي فاتت وريحت معظم اللاعبين والحمد لله جايين زي الفل، طب مش هقدر اعمل كده السنه دي. انا عايز اكسب الدوري، وعايز اكسب البطوله الافريقيه، وعايز اكسب الكاس، عايز اكسب كل البطولات اللي هخشها. فاتمنى انه يحصل وفي اسرع وقت، وفي اسرع وقت، لانه اللي انا شايفه ان الموضوع ماشي في اتجاه ان انت هتلعب كل يومين ماتش. ولكن عايز اقول لحضراتكم بس النادي الاهلي بيتحرك ازاي في اي ملف. بيتحرك لما يجيله حاجه رسمي فيبتدي يتحرك على هذا الاساس. لكن انا سامع وشامم، انا راجل بشم ريحه اللي بيحصل، شايف ان في اتجاه لكده. فاتمنى ان ما يكونش في عناد وتكون الدنيا كويسة، حد يقعد مع إدارة الأهلي ويتفقوا مع بعض ويشوفوا الدنيا تصل لإيه. وبالمناسبة هو حصل قبل كده إيه؟ مش أنا اللي بقول برضو، أنا الكلام اللي أنا بتكلم فيه مع حضراتكم ده اعتراف من مسؤول رسمي. قال إيه؟ قال لك أنا اتفقت مع اتحاد الكورة أو مع رئيس اتحاد الكورة في الوقت ده إن إحنا نضغط الأهلي في الماتشات. مش اسلام اللي قال، عارفين طبعا مين الكلام ده، مين اللي اعترف ومين اللي قال، حضراتكم عارفين يعني. مش اسلام الشاطر اللي قال ولا جمهور الاهلي اللي قال، لا لا لا، ده مسؤول في نادي منافس قال هذا الكلام مع رئيس الاتحاد، مش اسلام برضه. فمحدش هيسمح بان الكلام ده يحصل مره تانيه. اتمنى ان كل الامور دي تبقى واضحه لكل جمهور النادي الاهلي علشان
الفتره اللي جايه الحقيقه يعني لا ينقصنا الا مسانده فريقنا. هنفضل نساند فريقنا مهما كانت الظروف ومهما كانت الامور. هو ده اللي انا بطلبه من حضراتكم، لان بالفعل هناك امور كثيره جدا جدا بتحدث. اللي انا بحكيه ده حاجات بسيطه جدا 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 من اللي بتحدث ضد النادي الاهلي. فمن فضل حضراتكم خلينا واقفين في ظهر بعض، خلينا دايما واقفين في ظهر بعض. نروح للأهلي الأول، والأهلي دائما رقم واحد في مصر إفريقيا ومحليا، الأهلي الأكثر تتويجا بالبطولات على مستوى العالم، والأهلي دائما هو ملك قارة أفريقيا وصاحب العشرة ألقاب. النهاردة ذكرى اللقب الثالث من الأميرة السمراء خالد بيبو، النجم أحرز هاتريك، قاد الأهلي للتتويج بهذا اللقب. الأهلي ملك إفريقيا، تغلب على سان داونز بثلاثة أهداف على ملعب الرعب استاد القاهرة بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي في جوهانسبرغ. الأهلي والأميرة الإفريقية عشق لا ينتهي. طيب، من البطولات والذكريات السعيدة بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، نروح بقى لاستعدادات النادي الاهلي لمباراه سموحه. خلاص الجهاز الفني للنادي الاهلي واللاعبين اغلقوا ملف مباراه فاركو، وكل تركيزنا دلوقتي على مباراه سموحه المقرر ليها ان شاء الله يوم الحد المقبل. الفريق خاض مران النهارده بدون راحه، والجهاز الفني قام بتنظيم مباراه وديه مع الفريق الشباب شارك بها مجموعه من البدلاء والغائبين عن مباراه فاركو الاخيره في الدوري. والحقيقه انا هنا هبدا ان انا او هبدا كلامي في المباراه بان انا اتكلم بشكل جيد عن كولر وفكره اقامته للمباريات مع فريق الشباب. بيكسب حاجتين، ان هو بيدي للملعبوش في الفريق الاول رتم المباريات، وفي نفس الوقت بيشوف فريق الشباب بيشوفه بحيث ان لو لقى اي عناصر نادي الاهلي عايز يضمها او يصعدها للفريق الاول يصعدهم، فبالتالي بيضرب عصفورين بحجر. كمان كولر كان حريص على تصحيح الاخطاء، لانه من وجهه نظر كولر طبعا امبارح اتكلم في هذا الامر، والنهارده ايضا اتكلم من خلال محاضره بالفيديو، قال للاعيب الفلاني انت بتعمل كذا وانت بتعمل كذا وده الخطا هنا كذا. هناك تصحيح للاخطاء، هو ده دايما اللي انا بتكلم فيه مع حضراتكم، ان الاخطاء المدير الفني شغلته ان هو يرى الاخطاء في الملعب ويغيرها او يصلحها من وجهة نظره. فالمدير الفني النهاردة تقريبا ساعة الا ربع بيشرح لإسلام مثلا كان واقف غلط فبيقول له خش تقف صح ازاي، ولما تروح ناحية اليمين تعمل ايه، ولما تروح ناحية الشمال الكرة تتعمل ازاي، وهكذا. ايه الاخطاء اللي وقعنا فيها، الهدف اللي دخل فينا ده ايه الاخطاء اللي فيه، الخطأ الاول كذا، الخطأ التاني كذا، الخطأ التالت كذا، ما ينفعش يحصل كده تاني. هو ده، هي دي كرة القدم بالمناسبة. طيب النهاردة أيضا طاهر محمد طاهر واصل التدريبات الجري حول الملعب في إطار المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له، وأدى طاهر فقرات تأهيل في الجيم قبل أن يستكمل برنامجه بالجري حول الملعب للتخلص طبعا من الإصابة. طبعا مباراة مهمة، مباراة سموحة مباراة مهمة جدا لمواصلة الانتصارات، وإن شاء الله كلنا ثقة في اللاعبين والجهاز الفني في تصحيح الأخطاء الواضحة واللي بتحصل في المباريات. زي ما قلت لحضراتكم وأنا دايما بحب أتكلم في هذا الأمر، عندنا دايما دايما لما يبقى بتروح للجون، أنا سمعت الكلمة دي من كذا مدير فني من المديرين الفنيين العظام الكبار، يعني مانويل جوزيه لما كنت تيجي تتكلم معاه يقول لك مفيش مشكله لما تضيع، ولكن المشكله لما نبقاش بنروح للجون، لكن المشكله عندنا ان احنا بنروح للجون كتير قوي وبنضيع كتير جدا. يعني بنروح للجون مره واثنين وثلاثه واربعه، امبارح اخرها في مباراه فاركو اول امبارح ولا امبارح في المباراه، كم انفراد النادي الاهلي راح بكم انفراد، مش هقول لحضراتكم فرص نص فرص، لا، النادي الاهلي راح بكم كره من المفترض ان هي تبقى هدف، ثلاث كور او اربع كور على الاقل في الشوط الاول. المشكله عندنا ان احنا بنضيع كتير، لو كنا جبنا اثنين من الاربعه كانت النتيجه 2-0،
طريقه لعب فاركو نفسها كانت هتتغير، فكان هيفتحها عايز يكسب، عايز يجيب جون، عايز يتعادل مع النادي الاهلي، او عايز نتيجه مثلا لو 2-0 هيبقى هو عايز يجيب جون والتاني، فهيفتح خطوطه، وبالتالي النادي الاهلي هتبقى عنده فرصه افضل ان هو يروح ويلعب على المرمى اكتر. فمشكلتنا ان احنا عايزين نجيب اهداف، ده خطا واضح. لازم مستر كولر النهارده بالمناسبه هو اتكلم في هذا الامر كذا مره، مش النهارده بس. فعموما مباراه صعبه ومباراه مهمه، نتمنى ان شاء الله ان ربنا يكرمنا فيها مباراه سموحه، ويظهر لاعبو النادي الاهلي بوجههم الحقيقي. لحتى الان احنا بنلعب 50-50. يعني مثلا افتكروا كده ماتش المحله، ماتش المحله ده احنا عاملين مباراه رائعه رائعه بكل يعني انت كاهلاوي وانت قاعد بتتفرج على مباراه المحله شايف الماتش حلو، شايف ان النادي الاهلي كل لعيبه النادي الاهلي فايقه، كل اللعيبه من اول الشناوي لغايه راس الحربه، فعايزين المباريات تبقى دايما كده. ده شغل بقى ان انا كلاعب لازم اركز في اللي قدامي، اركز في المباراه، مش عايز اركز في حاجه تانية خالص. كل اللاعبين ان شاء الله ربنا يكرمهم، وعايز اقول لكل اللاعبين شيء مهم جدا، اوعى تزعل من جمهور النادي الاهلي حتى لو انتقدك في بعض الوقت، اوعى، لانه جمهور النادي الاهلي ده هو اللي بيحطك في سبع سما، فاوعى تزعل منهم، بالعكس بالعكس اقف ووقف ليهم احترام، لانه الجمهور ده هو الوحيد اللي بيدفع من جيبه عشان يتفرج عليك وعشان بيحب ناديه. فبالعكس خلي الجمهور يطلع كل اللي جواه، لان الجمهور ده هو اللي بيخليك طاقتك تبقى جواك كبيرة جدا، وتقدر تلعب في في ال 90 دقيقة وفي ال 96 دقيقة، في ال 96 دقيقة اللي النادي الأهلي دايما بيبقى كسبان في البلاس 90. ف ودي رسالة لكل اللاعبين، اللي مش لاعيب واحد، أنا بتكلم على كل اللاعبين، لازم تخلوا جمهور النادي الأهلي دايما فوق دماغكم، مش حاجة تانية. وده اللي أنا شايفه الحقيقة من كل لاعيبة النادي الأهلي، وهتشوفوا حضراتكم انه سيكون هناك تغيير كبير جدا جدا في مستوى واداء اللاعبين ان شاء الله خلال الفتره الجايه، لان هم شايفين دعم الجمهور عامل ازاي والجمهور واقف في ظهرهم ازاي. عموما خلينا نروح نشوف تقرير عن استعدادات النادي الاهلي لمباراه سموحه ونرجع نكمل. يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في مباراه يوم الاحد القادم. زي ما حضراتكم عارفين النهارده حلقه نهايه الاسبوع، فان شاء الله مش هنقابل حضراتكم غير يوم الاحد. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته الهامة جدا، كل المباريات اللي جاية مباريات مهمة ومباريات صعبة جدا، عشان كده دايما لو تاخدوا بال حضراتكم انا وانا بتكلم معاكم دايما تلاقوني بتكلم من قلبي، بتكلم لانه بالفعل جمهور النادي الاهلي هو حصن والامان الكبير جدا جدا لفريق النادي الاهلي خلال الفترة القادمة. خلينا نروح لصمام الامان في دفاع النادي الاهلي خلال الفترة الأخيرة، كابتن محمود متولي. محمود متولي صاحب كرة الجميلة، شكل ثنائيا متجانسا مع محمد عبد المنعم في قلب دفاع النادي الاهلي. محمود متولي لاعب من طراز فريد، حقق مع النادي الاهلي بطوله الدوري المصري، بطوله دوري ابطال افريقيا، بطولتين السوبر المصري. محمود متولي قلب الاسد. نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل فقرتنا الاولى، كابتن احمد فوزي هيكون في ضيافه البيت الكبير، ولكن بعد ما نشوف كابتن محمود متولي قلب الاسد وفاصل، وبعد كده نستقبل دكتور احمد فوزي. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير الكابتن احمد فوزي. يا دكتور احمد فوزي زي ما حضراتكم عايزين تقولوا له قولوا له. ازيك يا ابو حميد؟ حبيبي يا كابتن، ازيك؟ ازي صحتك انت؟ اخبارك ايه؟ ده نورك يا حبيبي، كله كويس؟ الحمد لله زي الفل. بنسمع حاجات غريبه اليومين دول، لسه كنت بتقول لي بنسمع في العموم يعني حاجات غريبه جدا. دي حقيقه. النادي الاهلي بيتعرض لامور غريبه جدا، في سكريبتات بتبقى موجوده، والله بجد يا ماشي ماشي انا معاك، ماشي ده وجهه نظري، ان في سكريبتات بتبقى موجوده، اطلع قول ان الاهلي بيتجامل، اطلع قول ان الاهلي بيحصل فيه 1-2-3 بغض النظر عن ايه اللي بيحصل في الماتش. والله بص أنا معروف طبعا في قناه ايه يعني، اكيد اكيد. من غير ذكر اي حاجه، بس هي سكريبتات كوميديه اكثر منها حقيقيه، يعني حقيقي. ممكن تجيبها في موجه كوميدي، نايل كوميدي، انما على وجه الحقيقه السكريبتات السكريبتات انا ماليش دعوه، اللي بيقول يقول بقى طبعا.
هو انا بس هسأل سؤال، انت كراجل كبير وصحفي قدير، ما فيش اي ذره من البحث قبل ما تخش تقول حاجه على الهوا؟ طب اللي قدامه مش عارف هو داخل يتكلم في ايه؟ يعني انا وانت دلوقتي جايبنا يا كابتن اسلام، فالمفترض ان 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 في كلام سكريبت انت بتقوله وعارف انا انت هتقول ايه وانت المذيع. فانا دلوقتي انا بقول اسمعني بس، مش حد حاططه، لا انا بس بتكلم جد، انت حاطه، حد حاططه لك من الاعداد، ما في الاخر لا هو مش هو حد حاططه من الاعداد، ده حد حاططه من الاداره. لا ماليش دعوه بيه. فانت المفروض لما بتسالني في حاجه تبقى عندك الرد، انما تسالني ولا لما ارد عليك والله الكلام ده حصل يا سلام. قال يعني انت ما اتفرجتش سعادتك على الماتشات مثلا؟ طيب دي مشكله عندك انت في الاعداد ومشكله عندك انت كمقدم برامج. الاستاذ الضيف اللي موجود، انت مش عارف ان الكلمه دي مسؤوليه هتلاقي بيها ربنا؟ خلي بالك في ناس كتير ممكن ما تكونش اتفرجت على الماتش وتصدق كل الكلام اللي انت قلته مع ان ما حصلش منه اي حاجه. فيعني الموضوع في الاول وفي الاخر الجماهير بتشيره حتى على السوشيال ميديا عشان تضحك، وحتى الجماهير في ناس كتير من الجماهير المنافسه برضو بتزعل لحاجه زي كده، لان دي حاجه بتمسهم. زي ما احنا لو انا طلعت قلت كلام وحش دلوقتي اكيد دي حاجه تمس النادي الاهلي. انت عارف انا لما انا بحب الناس ايه؟ يعني انا مثلا هنتقد احمد فوزي، فبقول احمد فوزي لابس النهارده جاكيت كحلي، فانا مش عاجبني جاكيت الكحلي مثلا يعني. تمام. فاهم؟ فده حاجه منطقيه. ليه؟ لان انا شفت الجاكيت ومش عاجبني. بالظبط. فبقول لك ان الجاكيت فيه 1 2 3 لازم تحسنهم علشان تبقى كذا. اكيد. فانت تطلع ترد عليا تقول لي لا والله اصل الجاكيت الابيض اللي انت لابسه ولا البيجي اللي انت لابسه ده ما ينفعش يتلبس كده، لازم يتلبس بالطريقه الفلانيه. يتلبس بالعرض. مثلا يعني. والله بجد. ايوه انا فاهم، عايز انت عايز تقول ايه؟ يبقى فيه اسلوب واحترام وحاجه الاول. احترام متبادل. الاول قبل اي حاجه، قبل كل ده، في مصداقية في الفكرة طبعاً. في طرح الفكرة أصلا. صحيح. مصداقية في طرح الفكرة. صحيح. وبعد كده نتناقش. صحيح. إنما ما تبقاش الفكرة بهتان وحاجة غير بهتان، ده اللي هو تعدية الكذب بعديه على طول بهتان، فما تبقاش الموضوع بهتان ونقعد نتناقش فيه. يعني صحيح. مثلا ما جيش أقول لك أصل الفراخ بترخص وأنا برمي الفراخ. يا عم اشمعنى الفراخ يا عم؟ لا ده يعني انت بتقول ايه؟ مش قصدي حاجه. ماشي كمل. بلاش. قول المثل بتاع الفراخ. بلاش يا عم، بلاش موضوع الفراخ، سيبنا من الفراخ نخش على الساعه. اصل ده سويسري والساعه سويسري، وانت مدرب، المدرب بتاع الاهلي ايه؟ فرنساوي يا راجل. فرنساوي؟ لا ده سويسري. ايه ده؟ ما هذا الضحك؟ ما هذا الضحك؟ في ناس كتير في عملوا كده. بص عشان بس ما نروحش في حته، عارف طبعا بننتقد، احنا مش بننتقد غيرنا، احنا بننتقد الخطاب الاعلامي زي ما احنا المفترض ان احنا بننتقدهم، ما ينفعش نحذو حذوها. صحيح. تمام. صحيح. فانا مش هتكلم على حد بعينه، ولكن بقول للناس بشكل عام خلي طرح الفكره معقول وبعدين نتحدث فيه، وبعد كده ناخد منه الافكار اللي احنا عايزين ننفذها على ارض الواقع. اوكي. اكتر من كده مش عايزين نعدي بقى ونخش في زمم ونخش في حاجات مش حقيقيه. في الاول وفي الاخر انت اللي بتاخد ذنوبها، والجمهور اللي بيتفرج عليك بيضحك عليك وبيبقى منظرك غير سوي. حقيقي. وكره القدم دائما او الرياضه عموما تدعو للاحترام والسلام، يعني لا تدعو لشيء اخر. أكيد. الرياضه دائما أكيد. تدعو للاحترام والتنافس مع الاحترام. التنافس طبعا. التنافس طبعًا. مع طبعًا. الاحترام والسلام والمحبه. حقيقي. يعني انا هقول والبعد عن التعصب دي ملهاش دعوه ما لهاش دعوه بالتعصب، بس انا لا يمكن يحصل تعصب في حاجه انت شفتها وانا شفتها ومحمود شافها وزيد شافها. يعني ايه؟ يعني احنا الاربعه شايفين حاجه واحده وبنتكلم فيها وبنتناقش. نعم. بناخد وجهات النظر ونتناقش فيها، انما انت تقول انت شفت حاجه والثلاثه التانيين ما شافوهاش، لا يبقى المشكله عندك انت. صحيح. يبقى الطرح في حد ذاته عندك انت غلط. وانا شايف ان يعني لو انت يعني على الاقل نتعلم من المغرب اللي بيحصل في المغرب مثلا. لازم ما احنا اللي بيحصل في قطر ده لازم يكون، انت تعالى اتفرج على قناتين ما شاء الله عاملين ازاي، مش عشان ما نقولش بس ده اعلان للقناتين ولكنهم اكبر قناتين. مثلا بي ان والكاس في ماتشات كاس العالم. تعالى اتفرج على الطرح وتعالى اتفرج على الشغل. انا عايز اقول لك حاجه، مذيع الشارع لما كانوا بيلعب فرقه البرازيل بتلعب في الكاس، بيجيبوا المذيع بيتكلم لغه عربيه وبيترجم برازيلي، يروح ماتش الارجنتيني يترجم ارجنتيني، يروح ماتش المانيا
يعني كل مذيع فيهم عنده 3-4 لغات عشان يشتغل. طب ما هو ده دي الطبيعي. اساسيات ده الطبيعي صحيح. ده اساسيات صحيح. صح ولا لا صحيح. طب احنا بقى لسه بنتناقش في الفرخه ولا البيضه ولا الكتكوت لا يعني لازم 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 يبقى الكلام لازم الموضوع يعدي الكلام ده لازم كتير. لا لازم يبقى كل حاجه ليها اصول، كل حاجه ليها ثوابت، كل حاجه تبتدي تشتغل عليها تشتغل بعلم ومعرفه مش بعشوائيه مطلقه. تمام، نروح بقى لكرة القدم. أولاً قبل بس ما أكلمك بشكل خاص، لكن عايز أسألك عن أهم ما يميز السنة دي الدوري من وجهة نظرك في حراسة المرمى. يعني إحنا أنا عارف إن أنت بتتفرج على كل الماتشات تقريباً. الماتشات اللي اتفرجت عليها، هل شايف عندنا ضعف في حراسة المرمى في مصر عموماً، ولا شايف إن لأ إحنا عندنا 1 و2 و3 و4 و5 و10؟ طيب عشان ما نظلمش الحراس دلوقتي، انا شايف ان الموسم لما ابتدى قبل التوقف كان كويس قوي بالنسبه للحراس، انما التوقف بتاع كاس العالم او الفتره اللي قعدنا حوالي 17 18 يوم، في ناس خدت شهر اكتر كمان، اثرت على الحراس بالسلب. دي وجهه نظري. اعتقد ان الموسم السابق الحراس كانوا احسن من الموسم ده. الموسم ده لسه في مرحله زي ما بيقولوا كده ايه، او احنا ده تاني ماتش تقريبا او تالت ماتش بعد الرجوع، فلسه الحراس ما وصلتش للفورمه الرئيسيه بتاعتها. أوكي. ولكن في العموم انا مش شايف حد على مستوى اللي هو الايه المستوى العالي قوي قوي قوي، غير يمكن عشان يعني ابقى منصف، محمد عواد. محمد عواد هايل بصراحه، انا شايف انه يعني احسن واحد دلوقتي موجود في المسابقه. يجي من بعديه طبعا الشناوي، بس الشناوي لازم يعني نصيحة ليه، لازم يتعامل كل المباريات كأنه ما عندوش رصيد، لأن احنا عارفين قيمة الشناوي. بس الشناوي في الماتشين الأخرى تحديدا ما كانش موفق. ما تزعلش بس ده اللي أنا عايز بقى. كويس إن حضرتك فتحت هذا الأمر. الشناوي ما كانش موفق. تمام. حلو جدا. تمام. أنا سألت مرة قبل كده كابتن أحمد ناجي مثلا. تمام. كابتن أحمد ناجي هو شيخ المدربين في طبعًا. هذا الأمر أستاذ. طبعا كبرنا يعني. قلت له يا كابتن ناجي، قال لي بص، ما فيش حارس في الدنيا لا يخطئ بالظبط، ولكن كل ما تقلل اخطائك على مسافات وتزود زمنية. أيوة، مسافات زمن المتباعده، المسافات المتباعده، هيبقى انت حارس كبير. تمام. طيب هل الشناوي بينطبق عليه هذا الامر ولا لا؟ طبعا. بس خلاص طبعا. يبقى احنا متوقعين اخطاء، متوقعين اخطاء ولكن قليله وفي ازمنه كبيره، صح؟ طيب ده اللي انا بقوله، ده اللي انا بتكلمه صح؟ طيب. ولا غلط؟ احنا يعني فكت الكره ايه، كاس العالم. طبعا تعال شوف كاس العالم، الحراس الكبار كلهم طلعوا فرقهم. مانويل نوير صحيح، على رأيك ماتش اليابان كان سبب رئيسي في الخساره، الماتش اللي خسروه في اسبانيا كان سبب رئيسي. تعال شوف كورتوا ما كانش موفق في ماتشات بلجيكا الثلاثه وخرج بالفرقه. بص حراس كبير، نافاس شال 7 تجوان في ماتش واحد بتاع اسبانيا. صحيح. الحراس الكبيره ما كانتش موفقه، يمكن ظهر لنا ليفاكوفيتش بتاع كرواتيا، وظهر لنا اكيد بونو، وظهر لنا ايماليانو مارتينيز. بس الكلام ده انا جيت معاك قبل البطوله وقلت لك على دول، وقلت لك على مارتينيز تحديدا، صح؟ يعني اللي انا عايز اقوله ان مفيش حد ما بيغلطش. ايوه، بس كل ما فترات الزمن ايوه تطول وتختلف في الاخطاء، ما يبقاش خطا ثابت. اوكي. يعني ايه؟ زي مثلا احمد مش عارف يمسك الكوره، فكل مره كل مره هتقع منه فتخش جول. أوكي. لا، يبقى ده خطا فيه هو ولازم يعالجه. حلو. لو الخطا ده ما عرفش يمسك الكوره والكوره اللي بعدها توقع غلط او تعامل مع الكوره غلط، يبقى ده خطا، ده خطا اخر، ده خطا اخر. ماشي، يبقى كده ده حارس كبير على زمانات، على مسافات زمنيه متباعده. حلو جدا. وده اللي بنشوفه في الشناوي. ده أكيد. ده تقصد اكيد ده اللي انا شايفه في الشناوي. أوكي. واكيد الشناوي عارف ده كويس طبعا، واكيد بيشتغل عليه. على فكره الشناوي انا قابلته من فتره كده، من شهر ولا حاجه، فكنت بتفرج على التمرين يعني، فشايفه من المرات اللي انا بتفرج على التمرين بشوف اللعيبه بتتمرن ازاي والحراس تحديدا بيتمرنوا ازاي. انا كنت بشوف عصام مثلا الحضري كان بيتمرن وهو عنده 40 سنه زي ما كان بيتمرن وهو عنده 18 سنه. انا اعرفه من هو عنده 18 لغايه لما بقى 40 ولا 45، فنفس طريقه تمرينه في ال 40 هي 18. تمام. خلاص. فلقيت الشناوي كده من الناس اللي بتتمرن، وبعدين ايه يعني دايما بيخش اخر يعني في ما بيستناش مثلا ياخد الاول عشان يبقى هو الكبير وبتاع والكلام الفاضي اللي بيحصل ده. في حته تانية بنشوفها، لكن لا، انا اقصد ان هو دايما بيبقى عايز اتمرن وخلاص، بس عايز اركز في تمريني، ما بيبصش بره. يعني انا قعدت انده عليه، مش بنده عليه عشان
انا بند عليه عشان اشوفه مركز ولا مش مركز. تمام لقيته ما مش باصص لي. مش انت مش وقتك ده. انت مش موجود. ده مش وقتك. انت مش موجود. بالظبط ده وقت التمرين. فكده عرفت ان الراجل ده بيتمرن كويس. اكيد اكيد. فده معناه من الناس خلي بالك الاربعه عشان ما بقاش الاربعه بيتمرنوا بغل. غل مش معنى غل، لا يعني بحماس. صحيح. بحماس زايد. صحيح. الحماس الزايد ده بيأثر عليهم كلهم بالايجاب. اعتقد ان النادي الاهلي مش انا شايف انه مش محتاج حارس ولكن محتاج تدوير. انا في فترات بعيده لازم ادي علي شويه ومصطفى، دي وجهه نظري. اوكي ماشي. لا حقك لان تفضل. الاربعه طبعًا. الاربعه حراس كويسين. حتى انا بقول الاربعه لان حمزه علاء هي. زيهم برضه هي الحمزه. فالاربعه كويسين ولكن احنا محتاجين ان احنا على فترات متباعده كل 3 4 5 ماتشات ندي واحد منهم في الدوري. تقصد في الدوري وفي الكاس وفي كل البطولات. ليه؟ عشان رجليه تبقى في الملعب. خلي بالك الشناوي برضه في اوقات بيتصاب فيها غصب عنه، ده شيء طبيعي، فانا لازم اكون محضر التاني، هكون محضره بالتمرين ولكن لعب الماتشات الرسميه حاجه تانية خالص، دي وجهه نظري. اوكي. ماشي؟ نرجع بقى للحراس بتوع الدوري تاني. عشان ما نظلمش حد، امبارح الولد شيكي عمل ماتش كويس جدا. هاي. قدامنا. هاي. قوي قوي. تعالى يعني محمود جاد يمكن اوحش موسم لمحمود جاد. الحقيقه محمود افضل من كده بكتير. بكتير جدا يعني جدا. انا شفته حتى النهارده المصري كان بيلعب المقاولين النهارده. برضه يمكن الهدف الاولاني حلو قوي بصراحه. يعني لا مش الهدف بس يعني في العموم يعني هو تحركاته محمود احسن من كده. بالظبط. يعني بكتير احسن من كده بكتير. بكتير. صحيح. تعالى نتكلم مثلا على النقيض محمود ابو السعود، عامل موسم هايل مع كابتن شوقي غريب. هايل مع كابتن طارق سليمان. السنه اللي فاتت ما كانتش كويس. انا بقول لك السنه دي. برافو عليك. مع كابتن طارق سليمان وكابتن شوقي عامل موسم هايل لحد دلوقتي. صحيح. مش عايزين بقى ننسى حد. تعالى نفرق سموحه طبعا الهاني ماشي معاهم مميز ولكن الفرقه كلها مش نفس طريقه اللعب. فاعتقد ان في دروبات صغيره عند الهاني الى حد ما. ممكن نقول مثلا بيراميدز. لا الشناوي ماشي كويس قوي. احمد الشناوي هايل. بالامانه ماشي. لا حارس مرمى جيد. لا بالامانه ماشي كويس قوي. ابو جبل ماشي كويس في البنك الحقيقه يعني. رغم ان البنك اتغلب في المباراه الاخيره. لا سيبك من الخساره من عدمها. انا اللي يهمني في الجون الاداء 90 دقيقه. ما انا بقول لك شيء كان امبارح ما هو خسر بس ايه الاداء في ال 90 دقيقه. يعني انا شايف امبارح ان شيكا الغلطه الوحيده اللي عملها في المباراه من وجهه نظري الكره اللي طلع فيها على سافيو ووقع عليه وكانت ممكن تتحسب ضربه جزاء وكان فيها شك. صحيح. بس ده النهارده انا هو كلمني النهارده والله الامان قلت له دي ده الخطا الوحيد في 90 دقيقه. مين؟ بس شيكا. محمد سعيد شيكا. اللي هو بتاع كان عامل ماتش هايل. صح. كويس جدا بس برضه خطا ما يبانش قوي للناس ولكن انا كلمته فيه. هي قصه في ايه؟ القصه ان انت مش لازم في الاداء تبص على كل كره على حده. صحيح. تبص على مجمل 90 دقيقه. 90 دقيقه. وبعد كده مجمل 3 4 ماتشات عشان تشوف الشهر ده مين اللي ماشي كويس. عشان كده انا بقول لك عواد هو احسن واحد موجود دلوقتي. حقيقي. في الفتره لا دي. لا ما طبعا ما طبعا من غير خلي بالك احنا مش في قناه الاهلي اهو. محمد عواد ده لاعب الزمالك. ده حقه يا كابتن اسلام. بالظبط. ما حدش يقدر يجور على حقه. حدش يقدر يقول بالظبط كده. لا بصراحه شايل فرقه الزمالك جدا 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 وعامل معاهم موسم كويس. يعني بص من اخر الموسم اللي فات هو كان شايلهم اخر 7 8 ماتشات السنه اللي فاتت والسنه دي بادي معاهم كويس جدا واعتقد هو يعني ماشي في طريق مميز. جنش يا جماعه مع فيوتشر عامل موسم كويس قوي 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 بصراحه. يعني دول يمكن اكتر ناس موجوده على الساحه دلوقتي ممكن تتكلم فيهم ان هم احسن ناس متواجده في الدوري المصري من ناحيه الحراسه. طيب بما اننا بنتكلم عن حراس المرمى الشناوي هو الاعظم والاقوى والافضل الحقيقه في حراسه المرمى. خلينا نطلع نشوف انفوجراف عن مشوار محمد الشناوي مع النادي الاهلي ونرجع نكمل.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. طيب بشكل عام في الدوري العام المصري مين افضل الفرق او مين الحصان الاسود حتى الان من وجهه نظرك في الدوري العام؟ برضو عشان اقول على حصان اسود في يعني انا الحقيقه معلش قبل ما تقول اسوان مثلا انا عاجبني جدا طبعا الكابتن ايمن رمادي له دور ودور مهم جدا وكل شيء ولكن انا بقول برضو كتكوين الفريق وجود الكابتن ربيع وحضراتكم كجهاز فني موجودين كابتن ايمن له دور مهم برضو الحقيقه الواحد لا يقدر ما يقدرش ينكر هذا الكلام ولكن برضو كابتن ربيع له دور في تجميع هذه المجموعه من اللاعبين حضرتك في دورك مع حراسه المرمى بقيه الجهاز الفني. طيب بدايه الاول عايز اقول لكابتن ربيع ياسين الف حمد لله على السلامه وعمل امبارح عمليه قلنا له الحمد لله على السلامه طبعا انا ما قلتلوش انا كلمته بس ما قلتلوش يعني بس انا لو تفتكر بعد ما مشينا من اسوان انا جيت قلت لك هنا اي مدير فني هيروح هيلاقي فرقه كويسه صحيح. جدا مزبوط. جدا ما انا بقول لك عشان كده يعني لان الحمد لله هيثم عرابي وكابتن ربيع عملوا فرقه كويسه جدا جدا بس ما كانش كان بي 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 بيواجهنا سوء توفيق كبير جدا. اعتقد ان عمرو حسام ماشي بطريقه مميزه جدا كحارس برضو في اسوان. اللي انا عايز اكلمه ان اي كابتن ايمن رمادي طبعا ليه كل الشكر وليه كل الاحترام انا بسال طبعا اكيد انت بتعرف كل الشغالين في نادي اسوان بيقولوا انه كابتن ايمن ده حاجه راجل بروفيشنال كابتن ايمن راجل محترم لا راجل بروفيشنال فعلا في الشغل سواء في الملعب وبره الملعب ودي حاجه ايجابيه وهيزيد للدوري المصري وهيفيد الدوري المصري جدا. كل اللي عايز اقوله بعد كده ان فرقه زي اسوان تجمعتها اعتقد كانت كويسه جدا جدا جدا. فرقه بص يعني انا شايف ان اكيد تجميع فرقه فيوتشر هي الحصان الاسود بالنسبه لي لان هي احسن فرقه متواجده على الساحه معاها المحله والاتحاد وان كان فيوتشر والمحله دول احسن فرقتين من وجهه نظري خاصه ان بابا فاسيليو عمل من المحله عمل من الفسيخ شربات بصراحه خلاهم يلعبوا كره اوروبيه بطريقه كويسه جدا حقيقي. بيبتدي من تحت وبيلعب جيم مفتوح وبيلعب 4 2 3 1 وبينزل الراجل ديفندر عشان يستلم من تحت ويطلع الناس ويطلع يعني بيلعب معاهم كره كويسه جدا. عايز احيي عباية جمال لان هو اللي بيوصل الفكر كله بتاع بابا فاسيلو للعيبه. اعتقد زوران في فرقه الاتحاد عامل تجميعه كويسه وعامل فرقه كويسه وقعوا بس في ماتشين ثلاثه وبعد كده بقوا كويسين بس انا بتكلم في العموم احنا بنتكلم في 7 ماتشات دلوقتي صحيح. انا شايف في العموم دلوقتي ان دول من احسن الفرق اللي تجميعتها كويسه وظهروا بمستوى كويس وانا شايف ان اسوان لسه اوعدكم ان اسوان لسه هتخش في حته كويسه تاني يعني لان خاصه ان اسوان يمكن ما قدامهاش ماتش صعب غير ماتشين فاعتقد في الفترات اللي جايه اسوان هتمشي بطريقه مميزه. انا شايف بقى ان الداخليه والحرس الداخليه عامل فرقه كويسه بس لحد دلوقتي الكوره مش ماشيه معاها خالص الحقيقة. يعني انا الحقيقه انا سعيد بان اداره الداخليه لسه بغبطين على رضا لانه الحقيقه فعلا عامل فرقه كويسه جدا والله العظيم فرقه كويسه جدا لعيبه كويسه جدا 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 ولكن الكوره مش ماشيه معاها ما فيش توفيق على العكس خلي بالك صغيرين في السن لا وصغيرين والافارقه اللي فيها خلي بالك افارقه مميزين جدا يعني عشان محدش يقول لي محمد نجيب محمد نجيب لكن لا مش قصه ما لازم يبقى عندك 3 4 لعيبه خبرات في الفرقه صحيح ده شيء طبيعي. الحرس يمكن هو الحاجه الوحيده اللي علامات استفهام كبيره وحاجه مزعلاني انت عارف برضو اللي لعب في الحرس لعب في الحرس يزعل جدا على الموقف بتاع الحرس. دي نتائج طبعا مباريات الدوري المصري واحنا بنتكلم كده سيراميكا والداخليه تعادل سلبي سموحه واتحاد سكندري 2-0 للاتحاد فيتشر و 1-0 على غزل المحله بيراميدز وفوزوا على اسوان 2-1 ايضا الاسماعيلي بيفوز اخيرا على ام بي 2-1 الاهلي طبعا بيفوز على فاركو 2-1 والزمالك بيفوز على حرس الحدود 4-0 والنهارده المصري والمقاولون في مباراه كانت رائعه الحقيقه التعادل الايجابي ما بين الفريقين 2-2 برضو عشان ندي كل برضو فرقه المقاولين مع كابتن عاملين طفره كويسه الحقيقه ومن لا شيء يعني مجموعه اللعيبه اللي عنده لعيبه صغيره في السن مش لعيبه جايه بفلوس عاليه ولكن السيستم اللي هو حاطه والطريقه اللعب اللي هو شغال بيها عامله فرقه كويسه جدا جدا واعتقد انهم ماشيين بطريقه مميزه. عايز اهني كابتن ايمن الجمل على الهوا الراجل ده مدرب كويس انا جدا. اتمنى ان كابتن ايمن يكمل ما يجيبوش حد لا لان انا قلت الكلام ده من 3-4 ماتشات طيب اول ما مسك تاني ماتش لا تحس ان دور ابن البلد موجود غير ان هو مدير فني جيد جدا وكفء الحقيقه ويستطيع قياده النادي الاسماعيلي ماشي يعني اللي انا عايز اقوله اكيد كلامك صح
انا ما بتكلمش على حد غير لما اكون اشتغلت معاه طبعا عشان اعرف اقول الحقيقه. انا اشتغلت مع كابتن ايمن. اوكي. كابتن ايمن مدير فني عالمي بالامانه، راجل محترم جدا، مخلص، بيفكر في الكوره 90 24 ساعه في ال 24 ساعه حقيقي. بينام يفكر في الكوره. صحيح. مدير فني وعنده امكانيات كويسه جدا، عشان كده انا فرحان له جدا ومبسوط له جدا انه كسب، واتمنى له التوفيق. ويا ريت الاسماعيلي لو هيدوروا على حد والله ما هيلاقوا زي كابتن ايمن الجمل، حافظ كل حته ومفاتيح اللي بواب في الاسماعيلي، وحافظ كل حته في الفرقه، فاعتقد انه حافظ كل حته في الملعب، في الملعب بالظبط. فعشان كده انا بقول اسماعيلي في المركز ال 14 الحقيقه، بعد ما كان في المركز ال 17 او ال 18 يعني. كمان اعتقد انه وصل، لانه كان عنده نقطتين في الـ في الـ في, الـ في من ثلاث مباريات كان عنده نقطتين بس، وخسر ماتش وتعادل ماتش وكسب ماتش. يعني الحقيقه كلنا بنتبسط الحقيقه عشان الاسماعيلي. طبعا الاسماعيلي فرقه من 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 اقطاب الكره المصريه وكلنا عارفينها. فاعتقد لا، كابتن ايمن برضو من الناس اللي انا احب احييهم على الهوا. انما التجميع زي ما قلنا، انا شايف ان المقاولين، اسوان، بيراميدز، محله، اتحاد، دول احسن خمس فرق مجمعين. فيوتشر اكيد. فيوتشر من انا قلت فيوتشر، لا انا ما قلت، انا كنتش عايز اقول بيراميدز، كنت عايزه فيوتشر. ليه؟ لان بيراميدز اصلا دلوقتي بقى له 3 سنين هو يعتبر من الفرق المنافسه الثالثه للنادي الاهلي والزمالك، فده شيء طبيعي جدا يعني. بس انا قصدي فيوتشر. لكن فيوتشر ماشيين بشكل جيد. لا ماشيين هايل مع كابتن علي، ماشيين هايل. فرقه محترمه، امكانيات كويسه، عندهم ضوابط مميزه جدا، بيلعبوا جيم مفتوح طول ال 90 دقيقه. حتى في ماتشنا لما اطرد منهم واحد لعبوا جيم مفتوح قدامنا، ما قلقوش. في فرق تانية ممكن ترمي واحد تلاقيهم ال 10 واقفين في ال 18 ما بيلعبوش كوره. وبمناسبه اللي انت بتتكلم، احنا بنتكلم انت تقريبا معظم الفرق اللي قلتها هي الاهلي، زمالك، فيوتشر، بيراميدز، غزل المحله، اتحاد سكندري، اللي هم الافضل. بالصح صحيح. يعني معاهم بص المقاولين، هتلاقي المقاولين تام بعديها المقاولين. ما انا بقول لك سبحان الله والله، دول يعني. وتلاقي اسوان بعد كده بيقرب منهم، فبالتالي هي واضحه حتى في أكيد في جدول. اكيد بقى اللي الواحد برضو لازم ينبسط له، كابتن احمد سامي بعد بدايه سيئه جدا جدا حقيقي جدا حقيقي. اخر ثلاث مباريات ياخد 7 نقاط من الحرس والداخليه، والماتش اللي فات كان على ما اعتقد اتعادل برضو الماتش اللي فات. ف7 نقاط دول حطوه في مكانه الطبيعي، وهيبتدي بقى يبص لقدام، لان تجميعه فرقه سيراميكا تجميعه مميزه معاهم كابتن احمد سامي، مدرب كويس كابتن. بس انا الحقيقه حتى انا قلت لاحمد كنا متوقعين لاحمد افضل، او يعني السيراميكا افضل من كده يعني. انا معاك مع مجموعه اللاعبين اللي أكيد موجودين. اكيد. بس انا معاك يعني نقطه كبيره مهمه، ان سيراميكا غير جلده. صحيح. بمعنى مشى 19 لعيب باين، وجاب 21 او 22 لعيب، فبيبتدي اكنك بتجمع فرقه من اول وجديد خالص. فعايزه وقت، عشان كده انا مبسوط انه كسب الماتشين اللي قبل ده وتعادل اللي فات، فعنده 7 نقاط من 9 نقاط في فتره صغيره جدا، هتخليه يبني على كده ان العمليه يبقى فيها هدوء نفسي، التركيز يزيد. المكسب زي ما احنا عارفين في الكوره، المكسب بيجيب مكسب، ودي قدرات لعيبه، عنده لعيبه مميزه. انت عندك خط هجومي ولا اروع يعني، اذا كان جون ايبوكا ومعاه احمد ياسر ريان واسلام ومحمد ابراهيم، فلا عنده فرقه كويسه جدا، بس عايزه ثبات. واعتقد ان هم هيبتدوا من دلوقتي بعد كده ان شاء الله يمشوا كويس. مباريات اللي جايه ان شاء الله يوم الجمعه 23 ديسمبر، الاتحاد هيلاقي سيراميكا كليوباترا، ده هيبقى ماتش حلو قوي يا قوي قوي قوي، هيبقى ممتع. الاتحاد وسيراميكا ده هيبقى ممتع، هيبقى كله كوره. في اسكندريه كمان على استاد اسكندريه هتبقى الدنيا جميله، بقى تبقى حاجه جميله. الداخليه وبيراميدز يوم برضو الجمعه الساعه 7، ماتش حلو برضو. ماتش حلو وجميل، بس هتبقى مشكله للداخليه. الداخليه يعني هيبقى عنده مشكله ان ملعب السويس، انا شايف ان هم اختاروا ملعب مش ملعب السويس كبير وواسع جدا، ملعب السويس الجديد اللي بيلعبوا فيه. مع فرقه زي بيراميدز هتفتح لهم الملعب، هيلعبوا في 90 متر، هتبقى المشكله كبيره جدا. خصوصا الناحيه الدفاعيه عندهم مش قويه، هم هجوميا مميزين ولكن الدفاعيه عندهم مش قويه. فاعتقد ان هيبقى ماتش سهل شويه للبيراميدز، ولكن هو هيبقى ماتش ممتع اكيد. اسوان وامبي، وبعد ما امبي مشى كابتن احمد كشري، واسوان ماشي بخطه جيده جدا، حتى المباراه الاخيره خسر قدام بيراميدز 2-1، خسر قدام بيراميدز 2-1 في الثواني الاخيره، والمباراه اللي قبلها كان كسبان ماتشين اللي قبلها، اللي قبلها دي كان خسران، لا كان كسب فرق 1-0، عامل ماتشات متميزه، كسب فرق 1-0 وكسب سموحه 1-0، والماتش اللي فات كان خسران من بيراميدز. صحيح. اسوان وامبي النتيجه
من وجهة نظرك من سيكون في أعتقد هذه في المباراة؟ ملعب أسوان هتبقى الأفضلية لأسوان، خاصة إن إنبي هيبقى الفرقة، خلي بالك ما جالهاش مدير فني لحد دلوقتي، والماتش يوم السبت والنهاردة، يعني أنت بتتكلم حتى لو جاب مدير فني بكرة هيشتغل خميس صعبة. وجمعة، هتبقى صعبة جدا. هيبقى في شتات للعيبة مش مركزة، فأعتقد مع أسوان لا هتبقى النتيجة لأسوان إن شاء يعني ما الله أعلم، بس إحنا بنتوقع في كورة، فأعتقد النتيجة هتبقى لأسوان أكتر يعني. غزل المحلة وفاركو، ماتش ممتع جدا، ايوه خاصة ان كابتن ايهاب جلال بعد ما مسك فاركو خلى الفرقة تلعب، خلي بالك فاركو قبل ماتشنا ما كانش بتروح على الجون غير بكورتين، في ماتشنا يمكن بيلعبونا كورة بطول الملعب ومش فارق معاهم، وبيضغطوا على النادي الاهلي من قدام، وشوية شوية يضغطوا من قدام، وشوية يستنوا في نص ملعبهم ويلعبوا على المرتدات، فلا طريقة اللعب اتغيرت تماما من نونو الميدا الكابتن ايهاب جلال، حتى هو قال لهم انا هلعب بطريقتي، ده الكلام اللي حاصل يعني، انا هلعب بطريقتي واطلع الكورة من تحت زي ما انا عايز، واغلط مرة واثنين وثلاثة، بس المرة الرابعة هقول لك لا ما ينفعش، انما اغلط مرة واثنين وثلاثة لحد ما تتعود وهتعمل كده. فاعتقد لا ماتش هيبقى ممتع، خاصة مع بابا فاسيليو، الفرقتين كرة مفتوحة او انت عارف اللي هي المدارس الكرة الجميلة، واعتقد هنشوف ماتش ممتع جدا. البنك الاهلي برضو مع حرس الحدود، مباراة يعني بص هو يعني اولا كابتن حلمي طولان هيلعب في ملعبه في صحيح. الحرس، ده ملعبه الرئيسي صحيح. يعني، ده طول عمره مولود فيه، اعتقد هتبقى مباراة صعبة على الحرس على كابتن ايوب، واتمنى انه يعني كابتن ايوب يستفيق بس يكسب مباراه واحده عشان الدنيا العجله الدنيا تبتدي تمشي معاه طيب، انت شويه. رائع وفيوتشر من امتع الماتشات اللي هتشوفها، لان ماتش حلو صح؟ ماتش حلو جدا، وخصوصا في ملعب الطلائع، الملعب لا سوري في ملعب ملعب فيوتشر الملعب مش هيبقى ضيق وهيبقى مفتوح اللي حلو هو جدا. ملعب السلام، فاعتقد لا هتبقى مباراه جيده جدا. اسماعيلي والمصري وديربي القناه. طول عمر ديربي القناه كله متعه اكيد، الفرقتين كابتن ايمن هنا والناحيه الثانيه كابتن حسام، لا اعتقد هيبقى ماتش برضو الى حد ما حلو. المقاولين العرب والزمالك، ده هيبقى طبعا المباراه دي هتبقى يوم الاحد، الاسماعيلي والمصري، المقاولين العرب والزمالك والاهلي وسموحه. يعني كل الفرق الجماهيريه في يوم واحد برضو الدنيا، انا شايف ان كانوا التخطيط خلوها كانوا خلوا صحيح. يوم يعني يوم كده ويوم كده ويوم كده، ما هو الاهلي والزمالك انت عارف لازم يلعبوا في يوم ماشي واحد. يوم واحد دي ماشي، انما مثلا فرقه الاسماعيلي والمصري ده ماتش جماهيري جدا، ده محافظتين كبار، صحيح. فيعني كان يبقى الواحد احسن وما يتلعبش الظهر، ده يتلعب بالليل يا جماعه، يتلعب بالليل يعني الماتشات الممتعه دي تتلعب صحيح بالليل، صحيح دي ماشي. وجهه نظري. انما طبعا مباراتين في غايه الاهميه، انا عايز اتكلم في نقطه مهمه، ان على الورق مباراه النادي الاهلي اللي رايحه صعبه جدا، ليه؟ انت هنتكلم عندك عن النادي الاهلي، ولكن انا بس ما انا سايب برضو النادي عشان الاهلي اتكلم في عشان المنافس، المنافس عنده ماتشات سهله يعني، لما تيجي تبص الزمالك عنده مقاولين، داخليه، اسوان، اسوان، اتحاد، لا مش اتحاد، اسوان، حد تاني، وبعدين النادي الاهلي اعتقد الطلائع مش فاكر، الاهلي بقى عنده حدث ولا حرج، عنده بعد سموحه سيراميكا، بيراميدز، الاتحاد، الزمالك عنده المقاولين، بعد كده الاسماعيلي. ماشي مقاولين واسماعيلي، بس يعني ماتش الزمالك واسماعيلي بيبقى حلو على طول، فمش دي قصتنا دلوقتي، احنا بنتكلم في الماتشات اللي هي الايه، الماتشات القوية، أعتقد ماتشات النادي الأهلي أقوى بكتير من ماتشات نادي الزمالك، عشان كده كل مباراة لينا في الفترة اللي جاية الست مباريات اللي جايين عايزين تحديدا نكسبها بكل الطرق إن شاء الله. الثلاث نقط مهمين جدا جدا. طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل بقى مع حضراتكم ونتكلم في مباراة الأهلي وسموحة وروح الفانيلا الحمراء. فوزي برضو مباراة مهمة جدا، مباراة الأهلي وسموحة، المباراة السابقة كسبنا 2-1 في الدقيقة 96 و20 و16 ثانية، 96 و16 ثانية. أيضا المباراة اللي قبلها كان هناك تعادل مع نادي فيوتشر وبيلعب ب10 لاعبين، الأداء الناس شايفاه قد يكون من وجهة نظر البعض ليس كما يراها أو كما يحب جمهور النادي الأهلي. رأيك في مباراة سموحة إيه؟ وهل لسه كولر بيتحسس لاعبيه؟ اكيد كولر هيتحسس لاعبيه لحد فتره قريبه يعني، اعتقد لحد يعني ممكن شهر واحد اللي جاي، انما هو لم فكره كويسه جدا عن اللعيبه. ايوه اعتقد انه كون ان هو يصمم مثلا واحد زي كريم فؤاد كهاف رايت، فهو خلاص هو اقتنع بيه ومش هيغير القناعه دي، كون انه يدي الماتش اللي فات سافيو كاسترايكر خافي او يلعب ب 4-2-3-1 من غير سترايكر صريح وسافيو يلعبها، اعتقد دي برضو لسه بيتحسس، ما بي يعني مش 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 كل الـ 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 مش كل حاجه ليه فيها قناعات، قبليه كان موجود تاو كان بيلعبه كان اقتنع بتاو، ولكن تاو اتصاب للاسف،
كل اللي انا عايز اقوله ان لسه بدري، طول ما انا يعني موجود لسه بدري. انما خلي بالك من نقطه مهمه جدا يا كابتن اسلام، الناس خايفه وقلقانه من سيناريوهين الموسم الماضي. ابتدينا بنفس القصه وابتدينا ان احنا ماشيين كويس جدا بنكسب كل الماتشات، وبعدين ابتدى يحصل هبوط في المستوى نتيجه تتالي المباريات، واللعيبه ما كانتش بتاخد فترات راحه كويسه، وده اللي هيحصل الدور الثاني خاصه مع وصولنا كاس عالم للانديه. فهيحصل الكلام ده، هيبقى في منافسات للمنتخبات، ولاعيبتك برضه هتروح تلعب حقيقي منتخبات، فانت هتضغط برضه الدور الثاني. فلو ما خلصتش الدور الاولاني في هتبقى مشكله كبيره جدا ليك في الدور الثاني. عشان كده الناس خايفه. وعشان كده انا دايما لما سمعت برضه كويس ان حضرتك معايا فوزي النهارده واحنا بنتكلم عن هذا الامر، عجباني حضرتك دي اقول حلو حضرتك، ما انا متعود اصلي معلش قادر انا وانت واحد يعني. ف دايما لما جيت اسال وابص على التصريحات مثلا من الحاج عامر حسين، لقيته بيتكلم على ان الاهلي او ان اتحاد الكره اتوضع في ورطه يعني بعد وصول النادي الاهلي لكاس العالم. مش قصده حاجه يعني، مش قصده على النادي الاهلي، ولكن ان هو كان مرتب نفسه ان الدوري مثلا هيخلص يوم 1/5 او حاجه و20/5 على 30/5 حاجه كده يعني، نهائي 5، فبالتالي كده هيبقى صعب ان هو هيستمر الاطول. طيب فانا قلت يعني مش ذنب يا جماعه ان انا بمثل بلدي، ومش ذنبي ان انا بطلع العب في كاس العالم، والنادي الاهلي لم يطلب ان هو يلعب في كاس العالم. وبرضه هرجع اقول يعني لا ما يطلبش ليه؟ الاهلي يطلب، لو كان يعني لو افرض لو كانوا مثلا لا قدر الله حطوا فرقه ثانيه كنت هتطلب بحقك، ده حقنا. انما هي مش قصه، مش في كده القصه، ان احنا مجبرين على كده. انت زعلان كاتحاد كوره، وخلي بالك احنا كل الانديه الدوري هتبقى زعلانه، لان في ماتشات في اسابيع هتتاجل بالكامل. صحيح، حوالي 3 اسابيع هيتاجلوا بالكامل، لان الاهلي هيحتاج 4 5 ايام قبل ما يسافر قبل يوم واحد. صحيح، فهيسافر مثلا يوم 25 يناير، ويرجع مثلا ان شاء الله بعد 11 12 13، يا رب يرجع 13. المهم يعني فانت هتوقف الدوري الاسبوعين دول، هيبقى حوالي 3 مباريات، فكل ده هيتاجل بعد كده. انما دي مش مشكلتك انت، انت جات لك، هقول لك حاجه، انت دلوقتي حد ماشي وحصل له اي حاجه وجاله مثلا لعيب وقع منك، طب ما انت كاداء كفريق كمدير فني بتحاول تلاقي بديل للفريق ده. انت صحيح، بقى هي دي القصه، انت كاتحاد كوره لازم تلاقي بدايل لوصول النادي الاهلي لكاس العالم. هتضغط زي ما بتعمل، هتضغط ماتشاتنا تخلينا كل 3 ايام ماتش، ولكن في الاول وفي الاخر ما تقولش ما مش عارف ايه انا اسف. لا، هو الحاج عامر طبعا مش قصده ان هو زعلان، الحاج عامر قصده ان لا هو مش زعلان من الاهلي. هو زعلان ان احنا ازمنا الدوري عليه. بس يعني تمشي يا حاج عامر، معلش خليها علينا المره دي يعني، كاس عالم برضه بالظبط. فلا ده شيء طبيعي بالنسبه لنا. اعتقد ان وصولنا لثالث سنه على التوالي ده رقم انجاز برضه يعني، خلي بالك هنا طبعًا في افريقيا ده يعتبر انجاز، حتى وان كنا في الوساطه ولكنه انجاز كبير طبعا. اخيرا فوزي، المباراه اللي جايه برضه مباراه الاهلي وسموحه، وجهه نظري ان روح الفانيلا الحمراء هتفرق في يعني، مش المباراه اللي جايه بس، ولكن مجموعه المباريات القادمه ده اللي احنا نتمناه. بص يعني كمحبين ومشجعين ومحللين، نتمنى ان الاهلي الفرقه ترجع للروح والانضباط. خلي بالك الماتش اللي فات اكتر حاجه كانت مزعلاني اول 20 دقيقه في الشوط الثاني، ان احنا كون ما كانش فيه روح خالص، اللهم الا 2 3 لعيبه والباقي روحهم. عارف الروح عليت امتى؟ بعد التغييره بتاعت حسام حسن وشريف ابتدت الروح تعلى شويه، ابتدى يبقى الهجوم اكثر خطوره. انما قبل كده تحس ان اللعيبه يعني في حاجه مش مظبوطه. عشان كده اتمنى ان الروح بتاعت اللعيبه ترجع وروح الفانيلا الحمراء ترجع. اعتقد مباراه مهمه جدا، مباراه زي ما بقول لك هي بدايه في الستة الكبار ان شاء الله. خلي بالك الناحيه الثانيه، كابتن طارق العشري في سموحه بيواجه انتقادات كبيره جدا جدا جدا، فهتبقى بالنسبه له عنق زجاجه ليه هو كمان. فانت رايح لازم يبقى حاطط في دماغك الحاجات دي، ان انت رايح تلعب فرقه هي جايه. كابتن طارق العشري اكيد هو طريقه لعبه اصلا يعني بيخنق اي حد في الملعب، انت عارفه حافظه يعني طبعا. تمام، فتخيل بقى لو هو برضه مزنوق هيعمل ايه؟ فيخنقك اكتر بيلعب النادي دفاعيا يعني. دفاعيا مش محدش يشوف الكلام غلط، دفاعيا انا قصدي دفاعيا في الملعب يعني. فهتبقى المباراه صعبه جدا، لازم الاهلي يشتغل على الاطراف لانه هيخنق لك النص كويس جدا جدا جدا. لازم يشتغل على انه يعمل كروسات، للاسف احنا ما عندناش حد بيلعب بدماغه كويس في الناحيه الهجوميه يمكن غير حسام حسن. عشان كده هتبقى المباراه صعبه على النادي الاهلي، ولكن ان شاء الله ان شاء الله بثقه ربنا ان شاء الله هنعدي على خير.
نورت يا نجم. حبيبي انا بشكرك جدا على وجودك معانا دكتور احمد فوزي حبيبي. الحقيقه دايما بستمتع وهو موجود معانا. شكرا جزيلا يا نجم على وجودك معانا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، ناقدنا واستاذنا الكبير الحقيقه الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ اهلا بيك شرف ومنور. ربنا يخليك كابتن انت ومنور وحبيبنا الجميل. طيب حبيبي ربنا يخليك. ايضا الاستاذ عبد الحكيم ابو عالم. ازيك يا استاذ عبد الحكيم؟ ازيك كابتن؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ بخير. النهارده حلقه تاريخيه لانه بجد احنا بنسمع، يعني انا بحب اسمعك دايما يا استاذ. ربنا يخليك كابتن. ربنا يخليك. بحب اسمع طبعا استاذ عبد الحكيم، لكن ده النهارده كمان عنده الكثير والكثير ما شاء الله، عنده حاجات يعني كتيره جدا يقولها، بس مخبي علينا. ما اعرفش بيخبي علينا ليه. طب ما تخبيش على جمهور الاهلي؟ لا لا طبعا ما اقدرش والله. تقدرش؟ لا ما اقدرش طبعا. ماشي، بنشوف ما نشوف. الحقيقه يعني فوجئنا بمستوى اقل ما يقال عليه ان هو مستوى ضعيف جدا ل احد الاعلاميين وهو بيتكلم عن ان في ضرب الجزاء للنادي الاهلي في المباراه السابقه. ازاي يعني هل ممكن الواحد يطلع ويتكلم بهذا الشكل وبهذا المستوى بهذه الطريقه في حاجه هي في الاساس غلط ما حصلتش في المباراه؟ هل ده ممكن؟ يمكن حصل يعني حصل على رايك. صحيح بجد يا كابتن. يعني الفكره الفكره كلها انه هذا يعني ان بالضروره انت خارج علشان تقول حاجات عن النادي الاهلي او صحيح. ضد النادي الاهلي صحيح ببساطه شديده يعني ولا يمكن رصد اي شيء اكتر من كده. يعني سبحان الله يعني تاتي وحدها تكلم عن حدث لم يحدث وكانه حدث بالفعل، وبالتالي يعني مش عارف ما يعني لا توجد ردود يا كابتن اسلام الحقيقه يعني. انا بستغرب جدا لان انا عارف ان ممكن تكون حضرتك في موقف، لكن هو في النهايه انا بتكلم عن الحدث نفسه. يعني هل انا ممكن دلوقتي اطلع اقول ان الاستاذ عصام شلتوت مش قاعد معايا؟ ما انا بقول لحضرتك ما هو اصلا هل ينفع اطلع اقول الكلام ده؟ لا انا اقول لك انا يا كابتن. هو سكريبت جاي له تمام، اما انا بقول الكلام ما شافش. هو واحد جاي قبل الهواء بخمس دقائق خد السكريبت ده راح قاري ولا شاف ماتش ولا شاف اي حاجه خالص. اوكي ده كل الموضوع. قبل كده نفس الشخص كان بيمسك لك ورقه كده، ورقه ابيض فاضي، يقول لك انا عندي المستندات التي تدين النادي الاهلي في نهائي دوري ابطال افريقيا. طب تدينه فين يا عم؟ طب يعني تدينه في ايه؟ يعني قول لي بس. ده الاهلي اللي بيشتكي بيقول ان انا كنت المفروض العب في مكان حادي، بدينه فين؟ ويمسك ورقه كده يقول لك ده ورق ادان للنادي الاهلي. فهو جه لا شاف المباراه ولا اتفرج على حاجه ولا يعرف اللي حصل في المباراه ولا يعرف. طب ده سؤال ابسط، مين اللي جاب الاهداف؟ يعني ليه كلنا المفروض نبقى عارفين؟ اكيد ما يعرفهمش. لا هو سكريبت جاي متوزع ومعروف على فكره. بص في كم اكاذيب بتردد من النادي نفسه طبعا عشان يعني ناس معينه اكاذيب بتحاول ترددها يوميا عشان توصلها للمشاهد على اساس الناس تصدقها وتحول لحقيقه، وتضطر انت تتحط في وطق ان انت تقعد تدافع صحيح. هو صح. عايز يوصلك للمرحله دي ان انت اكاذيب بتردد يوميا. مع اني يعني انا بحب تمام لغه ايه لما كابتن اسلام يتكلم وهو راجل مصدق جدا بالنسبه لي وكل حاجه فوق دماغي، بس انا بدي مثال يعني خلي عقلي تملي يشتغل. صحيح يعني انا هو ده اللي انا بقوله، ودي الكلام على عقلك. صحيح عبد الحكيم هو بيكلمك. يعني انا بمناسبه الكلام اللي حضرتك بتقوله، عشان كده انا بحب جمهور الاهلي جدا جدا واحب نقاشهم واحب اتناقش معاهم يا استاذ عصام. انا طلعت اتكلمت عن موضوع محمد مجدي قفشه في ركله الجزاء في ضربه الجزاء، ان علي معلول اعتذر وقال انا مش هقدر اشوط، ونمره 2 و3 اللي هو كان مع حمدي فتحي ومحمد شريف مش موجودين في الملعب، فمن المفترض ان واحد من الاثنين اللي هيشوط يا قفشه يا السوليه. فالسوليه راح قال لقفشه انت هتشوط؟ قال له قال له عايز تشوط؟ قال له لا شوط. يعني قفشه بيقول للسوليه عايز تشوط؟ قال له لا شوط انت. لما الناس فكرت في الموضوع بالعقل ده جمهور الاهلي بقى، لما الناس فكرت في الجمهور في الموضوع ده، الاول الناس كانت بتنتقد انت بتدافع وانت بتقول بتطبل وبتعمل، لما الناس فكرت في الموضوع بالعقل، جمهور الاهلي لما فكر في الموضوع بالعقل لان الموضوع ما هو صح، ما هو ده اللي بيحصل على فكره. هو ده اللي بيحصل حتى ده اللي بيحصل، لكن كمان الذي اخذ في اعتقاده ان الكلام علشان ما تبقاش انت بتكسر في واقعة حصلت حتى وفيها خطا تمام، لكنه اعتمد على ايه؟ على خطأ يا مش حضرتك صار. بقول لك لا بشكل عام اللي يعني هياخد ده لا زي ما لا انت أنا فاهم قصدك اللي هو الضمير الغائب يعني انا بقول لحضرتك فهتلاقي عنده مش 100 عذر، عنده 100 تخريجه، اللي تخريجه حقيقيه. ليه؟
هيقول لك طب ما هو ما كان يجب ان يفعلها. صحيح. بالتاكيد، لانه ده النادي الاهلي، ما ينفعش انت تاخد الكره، لان في مدرستين، مدرسه لو حد عملها وحصلت كتير ان حد يتجرأ على الكره، واحيانا سبحان الله ده مش احيانا ده كثيرا ما تخرج الى السماء الى الصد. صحيح. الى وكانه الخطا مراد ان يظهر يعني. صحيح. وبالتالي بيروح هو عابرها بحته مهمه، او يقول لك ايه يكفي ان النادي الاهلي اخرج الحوار كما قاله اللاعبين، والجزء الثاني ان هناك عقوبه على اللاعب محمد. صحيح. مجدي قفشه، وبالتالي خلاص هنا جمهور الاهلي اغلق الموضوع. عشان كده انا بحب بقى، عشان انا ليه فتحت الموضوع ده دلوقتي؟ عشان بمناسبه ان هو شغل عقلك فكر. طبعا. فانت لما تفكر في الكلام اللي بيتقال هتلاقي ان ده يعني اي حد لعب كوره او اي حد اتفرج على كوره هيبقى فاهم ان الكلام اللي انا بقوله ده كلام منطقي، ان في لعيب فعلا هو شايف ان هو مش هيقدر يشوط دلوقتي. عادي يعني جدا، عادي جدا بتحصل ساعات في الخمسه اللي هم بعد الماتشات الراجل بيبقى واقف مستني رغم ان حاطط خمسه. ماتش الاهلي والاسماعيلي 4-4، انا كنت بلعب في الاسماعيلي، انا كنت رقم واحد في ان انا بشوط ركلات الجزاء، خلاص انا شوط الاولى على عصام وجبتها جون، جبت في الاسماعيلي الاسماعيلي تقدم على الاهلي 3-2 في هذه المباراه. في الوقت ده الجون الثالث انا اللي جبته ركله جزاء، وبعد كده جت في الجون الرابعه الاهلي تقدم على الاسماعيلي 4-3 لما بلال وعلاء ابراهيم نزلوا، او علاء ابراهيم نزل يعني، فغير الماتش وبقت 4-3 للاهلي، فجالنا جون ضربه جزاء في الدقيقه 92. فكابتن محسن صالح كان هو المدير الفني طلب مني، قلت له يا كابتن انا مش هقدر، مش هقدر، ضغط نفسي وعصبي. عطيه كمين اللي بعديه بركات كان واقف جنبي قال لهم انا مش هقدر اشوط. فاللي بعدينا مين؟ عماد النحاس كان موجود في الملعب، فعطيه عماد النحاس شاف عطيه مسك الكوره فقال له خلاص كمل شوط انت عطيه، تمام، فاهم اللي هو ايه؟ خلاص عطيه صابر يعني. بس عشان جت، عشان معلش اقطع كلامك، عشان الجون جه كره جت الناس نسيت يعني، فخلاص الموضوع ما لهاش علاقه بقى بالجون جه ولا ما جاش. بص انا بتكلم على اعلاميا وجماهيريا. طب انا مش هدخل في النقطه دي. اتفضل. طب ما هي نفس الواقعه حصلت امبارح، بل بالعكس كان لها شكل سيء جدا. يمكن كان عمرو السوليه بيتكلم مع قفشه، لما لو حضرتك مش مركز معاهم مش هتعرف ان في واقعه، ان هم بيتكلموا. لو ما كانش في والله ما كان في واقعه. آه صدقني، لا يعني والله العظيم طبعا ما فيش واقعه بتاع ضربه الجزاء. آه. بص يا كابتن، هو ما حدش يقدر يعفي اللعيبه في الملعب. طبعًا. معلش يعني طبعًا. من الدربكه دي يا كابتن. طبعًا. والا ما كان لاداره الكره ان تتدخل بعقوبه واضحه. واضح. وبالتالي انت بس عشان عندك سنس الكره اكتر من المتابعين والمحللين فتلاقي الدنيا سهله، لديك مخارج اخرى. اللي انا اقصده ان امبارح حصلت. آه. نفس الواقعه. آه. وكان واحد دخل الشوط واخد منه الكوره، والتاني طلع زعلان وضرب ازازه الميه. الموضوع قفشه قعد 4 أيام نتناول الاعلاميه الموضوع ده، ولا حد جاب سيرته. ولا حد اتكلم عنه. انت هنا بتقول من يكشف ومن لا يكشف. صحيح. بالظبط. يعني امبارح الواقعه لو نركزنا كان برضه نفس الموضوع، بل بالعكس، عايز الكوره التاني بيقول لا ده انا اللي بقى بشوط، وجه ياسين من الناس يهدي، والتاني هو طالع من الملعب راح ما رضيش يطلع وراح ضربه، والتاني ما رضيش يستلم جايزه افضل لاعب بسبب المشاده دي، وانت اوكي محدش اتكلم. شوف النادي الاهلي كابتن خطيب قالها في جمله عبقريه. ايوه. اشتغلوا علشان تنافسوا وتفوزوا، ما تشتغلوش عشان تعيق. صحيح. الاهلي كمنافسك. هو ده اللي دايما انا حضراتكم حتى لما بنيجي نتكلم بنتكلم في هذا الامر، ان احنا يا جماعه هو انا لما اطلب من التحكيم ان يبتعد عن الاحتواء ليه؟ لاني انا اللي انا عايزه ايه؟ ان انا كنادي اهلي العب كوره. الملعب بقى اتغلبت او كسبت طول ما العداله موجوده انا كنادي اهلي استطيع ان انا لو عندي اخطاء ان انا اصححها، بس أخطاء ده فنية بس يعني. ده في المسابقات المستقره وفي بلاد عايزه تتقدم لقدام، مش نادي والبقيه بعيده قوي هو اللي بيحاول يعني يرفع مشعل الاصلاح. لانه انت في الاخر يقول لك يا عم ما انت كسبت، مفيش حاجه اسمها كده. لا مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها كده. افرض ما كسبتش وتحكي لا، افرض كسبان في مباراه يا جماعه كانت 4-0 او 5-0، فريق من روسيا وفريق من الدوري الانجليزي من حوالي 10 سنين، البيلن اتعاد يا جماعه والفرقه مغلوبه 5. يعني البيلن عليها واتعاد. صحيح. لان الجون اتحرك. لا هو الحكم ده جبار يعني،
في بلادنا يتقال ايه اللي بيعمله ده؟ هو بيعمل الحقيقه. صحيح القانون، صحيح القانون، بيقيم نظام العداله. يا كابتن بوشكاش في خمسينات القرن الماضي وهو من هو كان بوشكاش وتسيبور، واعتقد مستر كوتي عملوا له كده حاجه اسمها المهاجم اللي هو شادو سترايكر ده، لانه كان طالع صغير، كانوا منتشرين مع دي ستيفانو في ريال مدريد وانديه اوروبا الكبرى وما بياخدوش اليورو، خدوا اليورو. فبيسالوا بوشكاش ازاي المجر تفوز باليورو؟ قال لهم لقد وهبنا اتحاد الكره خمس حكام على اعلى مستوى ففزنا. ايه المقصود؟ انه ده عصب ان تكون هناك كره قدم حقيقيه بمنافسه حقيقيه. اوكي استاذ عبد الحكيم، عايز برضو اعرف من وجهه نظرك رايك فيما يحدث في موضوع التحكيم. بص، احنا كنا اتكلمنا هنا مع حضرتك كابتن اسلام وقلنا ان تجربه كلايتنبرج مش يعني مش هي الامل بالنسبه لنا ان احنا، ولكنها تجربه افضل من اللي فاتت. ما انا كنت اللي اقول لك على اللي هي دي بدايه الطريق، بدايه الطريق. وعلى فكره في تحسن، في تحسن. ده اجمل حاجه انها جت كمان مع كاس العالم. والله يعني في تحسن، في تحسن. بس احنا قلنا مع حضرتك هنا ان هيتحارب، هيتحارب من الناس اللي طمعانه في المنصب، هيتحارب من الناس اللي هي مش عاجبها يعني يبقى في اصلاح في التحكيم. واحد عايز يعرف الحكم قبل الماتش ب 48 ساعه عشان يكلمه يهدده او يكلمه يقول له مش عارف مين وانا هعمل واسوي، فهو مش عارف يوصل لجنه الحكام عشان يعرف اسم الحكم مين او اي حاجه. هيتحارب من واحد مسؤول كان في اتحاد الكره سابق اللي هو اساس بلاوي اللي احنا فيه دلوقتي. طبعا عايز يهد اي حاجه تتعمل كويسه عشان خاطر ما يبقاش في حاجه كويسه، يبقى تقول بغض النظر عن اللي موجود. تشوف يا ناكر خيري. ايوه يعني بالظبط، اللي هو مثلا يعني واحد بيطلع من حوالي شهرين بيتكلم عن اخطاء موجوده في المنظومه الحاليه، حقك تتكلم على فكره، بس لما تشوف بلاويك اللي انت كنت موجود فيها اصلا، ده انت يا راجل طلعت قلت يعني خليت الاهلي حرم من لاعبيه الدوليين في محفل عالمي زي كاس العالم للانديه. والله يا كابتن انا بقسم بالله، ليس كل ما يعرف يقال. وليس كل ما يعرف يقال طبعا. ده يعني ده انت البلاوي اللي عملتها في فترتك يخليك تختفي، بيحارب اي حاجه كويسه دلوقتي. على فكره انا مش بعفي اي حد موجود عشان برس الامور تبقى واضحه، وكلايتنبرج ده مجرد بدايه، مجرد بدايه. مع التقدم التحكيمي لو الدنيا التجربه دي مشيت وطلعنا عليها شويه هنوصل للمستوى، بس ما حدش عايزك توصل لكده يا كابتن. ما حدش هيوصلك لكده. بص، النادي الاهلي السنه دي مع 40% من العداله. السنه دي سبعه فوز وتعادل. سبعه فوز وتعادل مع 40% بس من العداله. دي وجهه نظري، انت لو وصلت 100% هيبقى الفوارق في النقط الاهلي ممكن يحسم البطوله قبل يا سيدي الفاضل او يفوز بيها الاخر. هو بس ما المهم يبقى ما اديني عداله تحكيميه، ما اديني عداله. انا بكلمك على اديني عداله. طبعا اديني عداله طبعا. اللي واحد اخفى خطاب قيد، خطاب ايقاف قيد على نادي وقال لك انا اخفيته للتعاون، طب اخفيته ليه؟ طب انت باخفائك ده حرمت الاهلي ان ياخد اثنين لعيبه. الجواب ده لما جه يوم 23/6 لو اتعلن ان النادي موقوف عن القيد كان في لعيب هيروح الاهلي. انت هيك لما خفيت لحد شهر 10 لما الدوري خلص، اللاعب ده كان مضى وخلص وبتاع والكلام ده كله، محدش عرف الايقاف القيد، جاي تقول له اتكلمنا عن اخطاء ناس موجوده او اخطاء ناس مستقبليه او ان المنظومه فاشله، طب حضرتك كنت بتعمل ايه؟ هي مش اخطاء، هو تعمد، الموضوع واضح وصريح. وضغط مباريات يا كابتن، الاخ اللي طلع يتكلم لعب الاهلي 16 مباراه، 16 مباراه في 41 يوم. 41 يوم. طب بص يا كابتن انت حكيت، لا بس خلي بال حضرتك، كويس ان حضرتك فتحت هذا الامر وبرضه عايز حضرتك تتناقش معانا فيها يا استاذ عصام، لانه ده موضوع مهم جدا من دلوقتي. انا بقول لحضراتكم اهو من دلوقتي، وانا في كل فقره وفي كل برنامجي وكل يوم هقول هذا الكلام لغايه كاس العالم اللي جاي. احنا هنلعب كاس عالم، النادي الاهلي لم يطلب ان يكون متواجدا في كاس العالم، ولكن وجد بسبب انه النادي الاهلي وان هو بسبب القواعد واللوائح وانه يستحق وانه صاحب المشاركه. صحيح، مش بطل الدوري حتى يشارك، فالنادي الاهلي لا يعاقب على ذلك. المره المليون هنا بقول النادي الاهلي لا يعاقب لانه بيمثل بلده وبيمثل قارته، وبالتالي الموضوع واضح وصريح. الناس لازم يبقى عندها من بدري بلان A وB وC. انا اقترحت اقتراح وده رايي الخاص بالمناسبه عشان ما حدش يقول النادي الاهلي، النادي الاهلي ليس له علاقه بهذا الامر. انا هنا برنامج بتكلم برايي. يعني شيء عايز تطرحه انت. انا قلت حد ممثل من اداره الكره في النادي الاهلي يقعد مع حد من رابطه الانديه، يقعد مع حد من اتحاد الكره اللي هو يعني الحاج عامر المسؤول عن لجنه المسابقات، ويتم تظبيط الاربع، هما ثلاث ماتشات او اربع ماتشات تقريبا الوقت ده، ازاي الماتشات دي هتتلعب وما لعبهاش كل ثلاث ايام ولا كل يومين؟
زي ما كان بيحصل السنه اللي فاتت ويحصل في الاجيال. هي تتلعب بالظبط زي ما كان الاهلي هيكون موجود في مصر بدون كاس العالم لو كانت الغيت بالظبط. ومن ثم ده في اضافه ثانيه انه لابد انها تلعب في نفس التوقيتات اللي منافسك هيلعب نفس الاسابيع يا حكيم. صحيح نفس الاسابيع. انت اسلام لاعب عبد الحكيم يبقى عصام يلعب عبد الحكيم او الذي يليه في نفس المدد ثلاث ايام والرابع يلعب. مساله سهله لانه قادم من الخارج. النادي الاهلي عليه التمسك بده. وما اروع او اكثر احترافيه اللي انت قلته بقى انه لابد انه ده يبقى منصوص. انا بقول من دلوقتي مبكرا من دلوقتي. انا بقول لحضرتك يبقى منصوص عليه مبكرا علشان يحصل قعده تخلص تك تك. وعلى فكره بما يتناسب مع ال 18 نادي. انا ما بقولش النادي الاهلي ده مثلا كذا. انا بقول لحضرتك الكل بما يتناسب مع ال 18 نادي. يعني ما تظلمش حد من ال 18 17 نادي الاخرين خالص. كمان اهو انا بقول اهو ما تظلمش حد من 17 نادي الاخرين. لكن كله يقعد مع بعضه او ممثل من كل نادي ونشوف حل للامر ده علشان يبقى الموضوع واضح. انا رايح بمثل بلدي، رايح بمثل قارتي، مش رايح بمثل النادي الاهلي. فبالتالي يجب محدش ما ينفعش اتعاقب على حاجه زي دي خالص. تعاقب ليه؟ لا ما احنا بقى لنا سنتين بنتعاقب. ما أنا لا انا ما أقول لا ما هو ده كان ده التعمد الاصلي على راي عبد الحكيم. ده تعمد اصلي. ثم شياكه من النادي الاهلي ان وافق وقتها كان فاهم ان مفاهيم العداله وان هناك فريق مصري نتاج وجوده وقتاله على الكره في القاره يا حكيم راح لكاس العالم. فكان فاهم ان ده محل زهو للاتحاد. انا مش بقول لمصر كلها لانها مليئه بالوان كثيره، لكن على الاقل لصاحب الكوره الاتحاد. صحيح عندك فريق في النهائيات يا اخي اشتغل عليه. انا بقوله اشتغل عليه. انا وصلت الموضوع ده بقول لحضراتكم مره تانية. ده وجهه نظري الشخصيه بعيدا عن اي حاجه. بس هم بقى من اربع مباريات يا كابتن، لان الاهلي لازم يسافر قبل بدء البطوله بخمس ايام. بخمس ايام تبقى حكيم. انا ما هو انا مسافر قبل البطوله بخمس ايام عشان ايه؟ لائحه الاتحاد الدولي بتقول كده. لائحه الاتحاد الدولي بتقول كده. مش النادي الاهلي يعني. لا لائحه الاتحاد الدولي يعني مش النادي الاهلي اللي عايز يسافر عشان يفسح لعيبه مثلا. اللائحه بتقول لك انك تبقى موجود قبل اول مباراه ليك بخمس ايام عشان حقوق تسويقيه والرعايه والحاجات دي بتتعمل. انا فاهم الكلام ده كويس، ولكن انا بسالك مش النادي الاهلي اللي مسفر عشان يخلي لعيبته يتفسحوا؟ لا يبدا له الاهلي. الاهلي ينفذ قايمه، ينفذ لائحه منصوص عليها في الاتحاد الدولي طبعاً. مش في الاتحاد القاري ولا الاتحاد المحلي. مزبوط. الاتحاد الدولي هو اللي حاطط اللائحه دي وبالتالي انا بنفذها صح؟ مظبوطه. طيب يبقى انا كاتحاد محلي مطالب ان انا اقف مع النادي الاهلي زي ما شفنا فوزي لقجع في رئيس الجامعه المغربيه. فوزي لقجع بيقف مع الوداد ومنتخبات بلاده وكان بيحاول يقف مع ومنتخب بلاده وكان بيحاول يقف مع انديه اخرى خلال الفتره اللي فاتت. كل ده ليه؟ عشان حق اتحاد كرة القدم ان هو يقف مع النادي الاهلي. تقف مع النادي الاهلي ازاي؟ ان انت تنسق كيفية ان النادي الاهلي يلعب مبارياته بعد انتهاء الكاس العالم. طبيعي جدا، طبيعي جدا. احنا لسه مفسر الماء بالمائي. ما هي ده طبيعي جدا. ده دورك يا صاحب الكرة. ده دور مهم جدا ان يكون لديك نادي مشارك. ما تقومش بخدمته. لا، ان تعمل صحيح القواعد. يلعب زيه زي ما حضرتك قلت زي بقية اندية الدوري موجود. والجدول يا جماعة الجدول ده أنا آسف يعني محدش يزعل مني، الجدول ده مساطر وقلم رصاص عشان بيقعدوا يمسحوا ويعملوا. أي حد شاطر في الحساب هيعمل منه ثلاث نسخ، هيعمل منه بلان A وB وC. أوكي. هذه البطولة لم تخترع جديدا يا كابتن، دي قائمة بالفعل. لكن على النادي الأهلي، هو عشان النادي الأهلي فجأة أصبح موجود في هذه البطولة وماله؟ ما هو ده اللي يخليك تعرف بلان بي يعني ايه. اوكي. وهكذا. لكن على النادي الاهلي ان يطالب بهذه المقاييس وان يخرج بعقد اتفاق ملزم ومعلن يا كابتن. انا مع حضرتك 100%. بس انا شايف ان هيبقى في حسن نوايا من رابطه الانديه. يعني الوضع مختلف يعني على الاقل. اتمنى طبعا على الاقل. بص يا استاذ عبد الحكيم. انا بعمل ايه؟ انا انت دوري بتحذر. لا انا دوري ان انا اعمل ايه؟ انا شايف الموضوع ده من دلوقتي اهو. اكيد طبعا اداره النادي الاهلي في تحركات بتحصل، بس انا ما اقدرش يعني مش هتكلم فيها دلوقتي وما تخصني يعني مش هقدر اتكلم فيها لانه. لكن انا بتكلم بالنيابه عن نفسي. فاهم؟ انا راجل بطلع اتكلم ان انا شايف ان لا مش هيحصل زي السنتين اللي فاتوا ان انا هتخليني العب كل يومين ماتش والاقي اللعيبه بتاعتي بعد ثلاث ماتشات ولا ماتشين لما ارجع من كاس العالم مش قادر توقف. وانا و 70 80 مليون اهلاوي يبقوا متضايقين وزعلانين عشان ايه؟ ال 70 80 مليون دول اهلاوي لو لا قدر الله خسرت دوري
فنيا في الملعب ساعتها لا هيزعل، هيزعل من ادارته، هيزعل من لعيبته، هيزعل من كذا من كذا، ولكن ان انا يبقى عندي اجهاد وان انا يبقى ضدي اجهاد وضدي حكام وضدي ايام المباريات اللي عايز تلعبها لي في توقيتات مختلفه، والمنافسين يبقوا اخدين ابنات اكتر مني بكتير على حسب الماتشات، ولاعبين ماتشات خمس ست ماتشات اكتر مني بعد ما ارجع من كاس العالم، فيبقوا هم اللي واخدين الدوري. فبتتكلم في حاجات انا مش عايزها تحصل تاني، اصل السيناريو ده قدامنا اهو، السيناريو ده حصل كذا فحصل بعد كده كذا فاتغلبنا فمش قادرين نمشي فخسرنا الدوري. مش ده اللي حصل ولا مش انا بتكلم؟ بص يا كابتن انا بتكلم في نقطه ايه؟ حسن النيه ليه؟ يعني اصل مش هيجي اسوأ من اللي حصل، من اللي حصل. فالاهلي طبعا مليون في الميه حط، مش احنا اللي هنقول، بس هو حاطط بلان في دماغه ترتيب للقصه. صحيح. بس مثلا انا هوريك ليه سوء النيه. الاهلي لما راح كان عايز يلعب دور الابطال قدام كايزر تشيفز، مسؤول اللي كان موجود وقتها مضاك على ورقه انك تلعب، تلعب الماتشين وانت المنتخب فرقتك في المنتخب الاولمبي بيلعب في الاولمبياد بتاع طوكيو كانت بتلعب في 2021. صحيح. وكان عندك سته لعيبه بيلعبوا في الفريق الاول، ثلاثه من اللي هم كان مختارهم فوق السن وثلاث تحت السن. صحيح. فاجبرك تلعب ماتشين بدون لعيبتك في وقت اجنت المنتخب الاولمبي، راح عامل لك ايه بقى؟ حاطط لك الماتش الثالث مع اخر مباراه للمنتخب في الاولمبياد. ايوه برافو عليك. اللي هو ايه؟ الفرقه خلاص النهارده في اليابان، انت ثاني يوم بتلعب، يعني كده ايه؟ مستحيل واحد يجي 13 ساعه سفر. صحيح. ويلعب عشان يلعب ثلاث ماتش. لا وضد الساعه وغير الساعه، الماتش الرابع بعدها ب 48 ساعه، يعني هو طلعهم لك من الحسبه اربع ماتشات وهو لعبهم لك. وهو لعبهم لك. صحيح. وطلع بقى رئيس اللجنه المؤقته وقتها قال لك ايه؟ اتحاد الكره اتفق معايا على ضغط مباريات الاهلي عشان نفوز بالدوري، ده تصريح رسمي. صحيح. اللي بيكلمونا عن العداله دلوقتي وجاي يطلع ينظر علينا ويقول لك اصلي ومش عارف مين وبتاع، يا عم ما تشوف اللي انت عملته في فترتك يا عم. يعني انت ضغطت الاهلي بصوره رهيبه جدا سنتين متتاليين. احنا على فكره مش بنعرف ان كان في اخطاء عشان بس الامور تبقى واضحه. لا لكن ده موضوع، ده موضوع، ده موضوع. لكن انت لعبت الاهلي ضغط مباريات رهيب جدا، نتمنى انه ما يتكررش، نتمنى. واحنا بنفترض لحد دلوقتي حسن النيه ان شاء الله باذن الله يكون الموضوع مترتب بما زي ما حضرتك قلت لا يضر بال17 نادي التاني. انا هو ده. بص حضرتك انا بتكلم بمنتهى الصراحه. اه مظبوط. انا مش عايز ضرر ولا ليا ولا لل17 نادي. انا اتصور ان النادي الاهلي الان يعد العده طبعا لعقد هذا الاتفاق الملزم عشان يبقى معلن للراي العام، معلن للاعلام، محدش بقى يعدي من جنبه، خلصانه بشياكه. وبالتالي لانه انت في الاخر عندك جمهور، عندك سلعه مكلفه اسمها كره القدم. حقيقي. الاهلي ذاهب الان نحو يعني انتقالات يناير، واعتقد انه النادي الاهلي بيعد العده ايضا لنجوم غوالي لان انت رايح تلعب كاس العالم للانديه، وبالتالي لا يمكن كل ده يمر يعني يعتبروها صناعه. هي صناعه طبعا بس نفسنا تدخل هنا فيعتبروها صناعه، فما ينفعش صاحب المال يخسر بالاونطه بالبلدي كده. صحيح. ده لا يجوز. عشان كده كمان طالما جبنا سيره يعني انتقالات يناير، انا بقول للنادي الاهلي انت في حاجه لنجوم باذن الله تهزم. حضرتك اتفرجت على قناه الاهلي امبارح؟ تهزم كل هؤلاء، تهزم التحكيم وتهزم الادارات المهترئه. تخيل بقى لو اتفرجت على قناه الاهلي امبارح هتلاقي في البيت الكبير على ما اتذكر او في الاستوديو التحليلي الكابتن سعد عبد الحفيظ. كابتن سيد ست دقايق بالظبط. مظبوط. طلع واتكلم عن هذا الامر تحديدا وقال ان هيبقى فيه انتدابات جديده في شهر يناير القادم عشان احنا محتاجين شراسه اكتر مع مجموعه اللاعبين اللي طبعا ده غير ده خالص يا كابتن. عشان كده بقول لحضرتك كمان انت الناس بتنقي عشان تهزم المنافسين، انا بقى عاوز لعيبه تهزم كل دول، تهزم كل ما يخطط ضد النادي الاهلي مش المنافسين بس. صحيح. استاذ عصام شفت برضو مباراه امبارح ازاي النادي الاهلي وفاركو؟ في كتلة المباريات أن تكسب أولا. ويمكن بعض الزملاء، بس أنا أكررها تاني، الجمهور النادي الأهلي قال ما هو أنت منافسك الراجل فييرا طلع قال إحنا لازم نكسب، ما يعني السكسي فوتبول مش وقته أو ما يعني ذلك يعني. وبالتالي هي كتلة مباريات، لكن بعض الأخطاء في الروح تحديدا والشراسة لازالت مستمرة. أتصور أن السيد كولر برضو انه جاي طازه اوروبا خالص خالص، ما اشتغلش في مناطقنا دي خالص. صحيح. فهو عامل حساب قوي للي سمعه. ايه اللي سمعه؟ ثلاث ايام ويومين وحاجات كده وبطولات متقاطعه زي الكلمات المتقاطعه، فالان من التدوير لكنه بدري قوي
لو وجهة نظري على رأي انت ما بتتكلم يعني هو اكثر فنية مننا يعني من هنا للجيزة وبالتالي لا ابعد من الجيزة يعني انا على اساس الجيزة يعني قريبة بالنسبة لنا بعيدة قوي. ده راجل لازم ايه يعني يركب التيم الاول على الاقل 15 ماتش وبعدين نبدا نعمل التوفيق والتدابير وجهه نظري يعني. لكن هو قلقه على اسم النادي الاهلي ويمكن ده بيبان لما نعرف بعد الماتشين اللي فاتوا لما بيقول للعيبه انتوا في نادي كبير قوي انتوا مش عارفين ولا ايه. وجهه نظر رائعه اللي حضرتك بتقولها دي لانه هو الرجل بينظر من دلوقتي لكاس العالم وما بعد كاس وما العالم وما بعد والتشابك ده عشان كده بقى كتير علينا كمتابعين وبعض المحللين الفير انك تلاقي مثلا اربع فراوده غير الاربع فراوده التانيين صحيح وان يقتصر التغيير على الدقيقه 71 و75 وبالتالي اعتقد انه محتاج كابتن سامي قمصان وكابتن سيد يقربوا اكتر مش يقولوا له لا يبقى يقولوا له ان احنا غير احنا غير. هو الراجل بيعمل حاجه مهمه برضو الجمهور لازم يعرف بيغير الثقافه من اول اليوم الكامل لغايه يا ابني انت هو ما ركوش حاجه الا الكوره واخد بال حضرتك ده مش هيلاقي هوا بسرعه صحيح. ده مع النادي الاهلي بقى اللي هو المفروض لعيبته عارفين يعني ايه نظام وسيستم المؤسسه الاولى صحيح. وبالتالي لا انا متصور كمان انه السكواد محتاج زي ما الكابتن سيد قال واحنا اكدناها مع حضرتك قبل كده ان سكواد يعني نهايه اغلب المشاكل او الاغلب الاعم منها سكواد من اللعيبه الغوالي هيجروا كل ده واتصور كمان ان انا في حاجه انه انا مش عارف هي شغاله ولا لا للائحه اللي احنا كنا بنتابعها واحنا زمان بنشتغل يمكن في جيلكم لائحه كان كابتن ثابت البطل رحمه الله مدير كره اللي هي لائحه ال 12 بونت بكام وال 10 بكام وال 9 بكام دي بقى بتخليك لو انت حنبوزه لو بوزه اللي جنبك يجيبك من الفانيلا ليه؟ ما انا مش هشقى وانت قاعد تقول لي ان عقدي وان كذا وان مكافئتي غير مكافئتك لا يا حبيبي احنا كلنا هنا النجوميه هي نجوميه النادي. انا مبسوط من كولر انه بقى واعي جدا يعني ايه النادي الاهلي لدرجه ان هو بيقول للعيبه كده انتوا في النادي الاهلي وبالتالي لا الراجل محتاج شويه يندمج معانا بس ان شاء الله ما حدش هيمصره احنا عايزينه هو يخليهم هم اقرب للجزء الخواجاتي والاهلي دائما ما كان بيروح في سكه الاحتراف اكثر من اي نادي اخر وبسرعه جدا كمان فالجمهور انا ما اقلقش لما الجمهور يعني بين قوسين يزوم بس ما يبقاش ده دايما لا يعمل ريفريش كده يبين زعله لكن مش دايما بقى ده بعد ربنا بعد ربنا انت عندك سلوجان اسمه جمهوره ده حماه جمهوره ده الحقيقه يعني انت هو انت كيف استطاع النادي الاهلي ان يفوز في ال 96 بالظبط بسبب وجود جمهور الاهلي وحتى الدقائق الاخيره كل اللي سمعناه وبالتالي جمهور ده تشجيع. جمهور عظيم بقى اللعيبه دي بقى لازم تاخد بالها ان الجمهور ده ما يلاقوش زيه في الدنيا بحالها مستحيل صحيح. حد يلاقي جمهور زي جمهور النادي الاهلي صحيح. والا ما كانتش يعني تبقى ترتيبه الخامس عالميا بره اي اصوات من مصر بعد ليفربول وبالتالي يلا بقى يا عم هات البطوله للجمهور العظيم ده وبالتالي كل واحد يا كابتن لو عمل شغله كطبيعه النادي الاهلي وانا بقول لحضرتك تاني وتالت ورابع مع سكواد يخش عليه تلات لعيبه كده سفاحين كوره من اللعيبه الغوالي لا هتيجي لعيبه تهزم كل الظروف ان شاء الله. بمناسبه اللائحه لانه احنا لما سالنا هي تقريبا اللائحه دي هي اللي مطبقه يعني انا بقول يا ريت يعني لا لكن هي تقريبا هي دي اللائحه اللي مطبقه حاليا لان هو النادي الاهلي اعتقد ان هو بيتحط مش اعتقد انا متاكد ان هو بيتحط سيستم معين وبنمشي عليه مؤكد انا بقول لانه كان الكابتن ثابت رحمه الله كنا مره في سفريه وبهزر معاه قال لي دي حتى المصطلح نفسه دي اللي تخلي اللعيبه يجيبوا بعض من التيشيرتات الكابتن ثابت الله يرحمه كانت ايامها لازم تلعب 80% من المباريات تعرف بقى مش هيقول لك كل التفاصيل الله يرحمه لا انا بقول لك مدراء الكره انا يعني بقولها لك ولا قالوا لنا بس العنوان كان 80% لازم تلعب 80% من المباريات علشان تاخد كامل المكافأة كامل دي ما زالت يا كابتن ما زالت 80% دي ما زالت هي يمكن قال يعني بقت 75 او 70 حاجه مشاركة 75 مشاركة نسب مشاركة يعني لكن انا اقصد اقول لك انه في النهاية كل الامور دلوقتي مهيئة للي جاي للي يبقى اللي جاي افضل كتير من اللي فات على الرغم من ان احنا داخلين على مباريات كثيرة جدا يا حكيم اولها مباراه سموحه وبعدين يومين ثلاثه ومباراه اخرى ويومين ثلاثه ومباراه سموحه هتبقى شرسه جدا لانها عنق الزجاجه مش عارف حكيم معايا ولا لا لطارق العشري صحيح مباراه مفصليه للكابتن طارق كابتن طارق من نوعيه المدربين اللي بتتابع النادي الاهلي كويس جدا
طبعا يعني هو من بخلاف النادي الاهلي كاسم، بس هو كابتن طارق متعلق جدا بتملي، بيتابع طرق النادي الاهلي صحيح، وبيبيع يعني بيحب الطريقه بتاعت النادي الاهلي، بيطبقها في كل مع 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 تغليب الشق الدفاعي بتاعها. صحيح يعني كابتن طارق لا اي مكان بيروحه بيشتغل على سيستم النادي الاهلي بس بالشق الدفاعي طبعا لفوارق الامكانيات والخبرات. فكابتن طارق مباراه مفصليه بالنسبه له، الفريق عنده 7 أو 8 بونت على ما اعتقد، الاهلي هيواجه ترسانه دفاعيه، لازم يكون الجهاز الفني واعتقد ان هو بيشتغل على الجزئيه دي. بالمناسبه انا شفت حضرتك في الانترو كنت بتتكلم على التجربه بتاعت المباراه الوديه بتاعت منتخب الشباب، تعرف النهارده كان في لعيبه من فرقه 2005 و2006 2007 في المباراه دي، مواليد 2005 و2006 كباكا ومجموعه من اللعيبه، كانت تجربه ممتازه جدا وخلصت 4-4 تعادل ما بين البدلاء وفريق الشباب. فهتبقى مباراه مهمه بالنسبه لكابتن طارق وبالنسبه للاهلي طبعا. بس الاهلي لازم يدخل المباراه دي وعنده بدايل ان ازاي تفك الشفره الدفاعيه اللي هيشتغل بها الكابتن طارق، لانه برافو عليك، لانه هو اللي جاي يا استاذ عصام دايما زي ما بقول كل 3 أيام مباراه، والمباراه يعني حتى احمد فوزي قال هذا الامر، قال ان المباريات القادمه انت دلوقتي اللي بيتنافس او الاقرب المتنافسين الاهلي في المركز الاول والزمالك في المركز الثاني، بعدين فيوتشر بشويه بنقطتين او 3 نقط اقل، فبالتالي انت بتتنافس انت مع الزمالك ومع فيوتشر، فرق الزمالك وفيوتشر عندهم مباريات اسهل من النادي الاهلي قبل كاس العالم ككتله. ايوه قبل كاس العالم الدكتور فوزي قال كده. الاهلي عنده سموحه، سيراميك، بيراميدز، زمالك او بيراميدز وبعدين فرقه كمان وبعدين الزمالك، الزمالك او انبي وبعد كده الزمالك 24 يناير الزمالك. فبالتالي انت هتلعب او هتلعب ماتشات صعبه جدا جدا قبل جدا السفر، قبل السفر في ظل ظروف صعبه برضو ليها، كل ماتشات قريب، وخلي بالك برضو كل ما بتقرب من كاس العالم الفكر بيروح ناحيه الفكر بيروح كاس العالم طبعا، فلازم يبقى فيه مش عارف اقولها تدوير ولا اقولها ايه، معرفش بقى كمدير فني الله يكون في عونه برضو يا استاذ عصام طبعا، لكن انا بشويه الخبره ارى ان يكون في تثبيت والتدوير يكون في حدود ضيقه جدا جدا جدا، لان زي ما قال حكيم عندك لائحه 5 أيام قبل السفر، اذا هتلعب مباراه الزمالك هتلعب ماتش وتغادر الزمالك يعني. وبالتالي لابد من انه الراجل كابتن سامي تحديدا والكابتن سيد يحاولوا يقولوا له الثقافه مش هتخلص بسرعه، انت صحيح معاك اهم لعيبه تقدر توصل بيها لاعلى منطقه لان هكذا ثقافه واداره النادي الاهلي، لكن رويدا رويدا يعني. تمام. برضو يا استاذ عبد الحكيم من وجهه نظرك، هل انت شايف اللي بيحصل مع كلاتنبرج، هل كلاتنبرج هيمشي ولا هيفضل موجود؟ امنيته انه يستمر. لا انا عارف ان امنيتك كلنا امنيتنا ان هو يستمر، ولكن اللي انت عارفه بقى في اتحاد كره القدم واللي بيحصل خلال هذه الفتره من هجوم البعض على هذا الامر، هل بتعتبر ان ده هيحصل؟ يعني هو الراجل على حسب تحمله، على حسب قدره تحمله انه يقدر يوصل بالموضوع لحد فين، لكن هو بيواجه مجموعه يعني مش 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 جهه واحده عايزه تمشيه او جهه واحده عايزه تطفشه، لا تطفشه ايوه انديه منافسه تمام، حكام سابقين عايزين ياخدوا مكانه، مسؤولين سابقين عايزين يهدوا التجربه مش عايزينك تنجح، كل دول بيتحنوا عايزين. ما انا قلت لحضرتك ده في واحد طلع علني وقال لك ايه، انا مش عارف اوصل اكلمه عشان اقدر اعرف مين الحكام. يعني ده علني الكلام كان كده، انا مش عارف اكلمه عشان مش عارف مين الحكام اللي هيحكموا ماتشي. فحضرتك كل ده السكه انك مش عايزينه. وعلى فكره الاهلي برضو مش بيدافع، او انا مش بدافع عن كلاتنبرج عشان، لكن انا شايف ان دي بدايه تجربه كويسه. صحيح. وخد بال حضرتك لو حضرتك خدت بالك ان في تحسن في اللعب، يعني ممكن تكون في عنف شويه لكن الكوره ما بتقفش كتير، بتبقى الكوره بتبقى في الملعب اكتر. يعني لو كنت بتلعب مثلا في الشوط 30 دقيقه دلوقتي بقيت تلعب 40 مثلا يعني 36 يعني 32 لا 35 بس برضو ده تطور. اوكي. الاخطاء التحكيميه قلت ومش مقصوده، لازم نفرق بين دي بنسبه كبيره. صح. بنسبه يعني ما بقتش انت تحس بالحكم يا كابتن، تحكم كنت لاعب وكنت كابتن النادي وكابتن منتخب مصر بتشوف الحكم بعينك، الحكم بيبقى باين قوي ان هو يعني حتى في كره الاهلي بتاعت امبارح لا مش مقصوده، بس هو اخطا منه خطا تمركز لا مش مقصوده طبعا طبعا، لكن السنه اللي عدت يا كابتن واللي قبلها انت كنت بتبقى شايف بعينك لا كنت تعمل. شايف بعينك عناوين الاحتواء العظمه في كل المناحي، ده فجر بالمعنى الحرفي. صحيح. ده في كوره على ما اعتقد من سنتين يعني كانت على الخط الجيش، ماتش الجيش، ماتش الجيش مش ممكن، الكره بتاعت ايمن اشرف، وايمن اشرف تمام، يعني كان في حاجات بتبقى باينه تعمد. فانا اتمنى ان الناس يعني
يعني لو انتوا عايزين بتتكلموا وبتطلعوا تتشدقوا بتجربه المغرب وبتقولوا عايزين نبقى زي المغرب وعايزين نبقى زي تونس وعايزين نبقى زي السعوديه، دي تجربه اخر السنه نقيمها يعني. خلينا نقعد لاخر السنه وسيبوه يشتغل اخر السنه وبعد اخر السنه نشوف. وبعدين نبقى نشوف عشان نجحت الناس، عشان الناس تتاكد. انت قلت حاجه مهمه، المغرب والخليج هذه الدوريات اغلب واعم ما نشطها هي وجود حكام والاسماء كثيره في ثلاث اطقم مغربيه وانت عارف، وفي سبع حكام كانوا في كاس العالم قطريين يا جماعه وثلاثه سعوديين، واحنا يا دوب ابو الرجال وهو صنيعه النخبه، صح ولا لا؟ النخبه بتاعت الفيفا ما حدش له دخل فيه. ده بص يا كابتن، من ضمن الحاجات اللي بيتحارب بيها كلايتنبرج، اه انا ماليش دعوه بجزئيه ان هو كان متفق على انه يروح كاس العالم وياخد شهر، جه النهارده تلاقي بقى ايه اللي بيسرب بقى من جوه اللي هو يعني ليه رجالته، يقول لك كلايتنبرج يحصل على اجازه ثانيه. طب يا عمي ما هي فيتوريا هيحصل على نفس الاجازه، ومش دي ناس بتروح تعمل عيد الكريسماس بتاعتهم الكريسماس يعني. انت عايزه مثلا راجل يقعد، ده طبيعي على فكره في عيادهم. اي واحد عيادهم ما ينفعش تمنعه، يروح طلع لك النهارده متسرب لك الموضوع يقول لك ايه اجازه اخرى عشان تسخن الدنيا عليه. من ضمن بقى المسلسل اللي انت شغال عليه، مين اللي ورا الحاجات دي؟ الراجل ليه رجاله اللي بيسرب شغل معين وبيطلع خبر كذا وبيطلع شغل بقى ممنهج بشكل حاجه يا كابتن والله العظيم انا مش فاهم. احنا عايزين نتقدم ونقول نتقدم، نتقدم ازاي؟ يا انت تقعد على الكرسي يا تحكمنا يا تقتلنا. يا تقتلنا صحيح. تقتلنا صح. عموما خلينا نشوف اللي هيحصل خلال الفتره القادمه، هي فتره نتمنى ان تكون فتره مبهجه وجميله لجمهور النادي الاهلي وللاعيبه النادي الاهلي، لانه احنا داخلين بالفعل على فتره صعبه جدا سواء في المباريات او في ضغط المباريات كمان قبل كاس العالم اللي النادي الاهلي بيمثل فيه بلده وقارته، مش بيمثل فيه حد تاني، هو النادي الاهلي بيمثل مصر وبيمثل القاره الافريقيه في وجوده في كاس العالم في المغرب. بالمناسبه يا كابتن معلش هتعكر حضرتك، هو فعلا ممثل قاره افريقيا؟ ما طبعا ده اللفظ اللي جاي في الجواب كده. امال انا بقول ايه؟ اه عشان هم الناس تقول لك الوداد كبلد الوداد كبلد مضيف دوله المضيف حبيبي اللي يقول يقول. هو دلوقتي بالمناسبه صحيح قبل بس ما انسى كمان، انت عارف السبعه الاسابيع اللي فاتوا دول النادي الاهلي كسبان 6-1. اه فين؟ 6-0. لا 6-1. 6-1. 6-1 عارف فين؟ في فريق بص فرق كلها كاس السوبر. لا 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 انت فهمتني غلط. السبع اسابيع اللي فاتت يتم اختيار مين افضل لاعب في السبع اسابيع. انا بقول لك الفرق كلها محتجه على ده، ما اعرفش ليه برضه الفرق ايه؟ اغلب الفرق محتجه على ده، ازاي يبقى افضل لاعب من النادي الاهلي؟ مش فاهم ازاي يعني، مش في ناس بتختار ده لانه الاكثر شعبيه. طب ما انا هعمل ايه؟ اي حاجه فيها حاجه تخص النادي الاهلي. طب ما انت ده استفتاء يا كابتن، ده في كل العالم ده غير ان الاستفتاء بتاع الرابطه اللي هو فيه جزء الفني برضو بلعيب الاهلي. عايزين تغيروه غيروه بالمناسبه، مش هتيجي ازاي يعني؟ عايزين تغيروه غيروه يعني. حتى الست مرات اللي كسبهم الاهلي ده كان في لعيبه الاهلي فكسبوا فرق كبير جدا عن اللي بعدهم. المره الوحيده اللي خسرناها اللي هي 6-1 يعني، عشان كده بقول لك 6-1، المره الوحيده دي ما كانش فيه الاهلي، كان احمد الشيخ غزل المحله ويوسف نبيه، يوسف اسامه نبيه غزل المحله الزمالك انا اسف وحد كمان. ف يعني احنا الحمد لله في كل استفتاء في كل حاجه تخص جمهور النادي الاهلي دائما ما يفوز في مثل هذه كل المواجهات المباشره السنه دي بين الاهلي والزمالك. في السوبر الاهلي كسب في فرق الناشئين 6-0، 2001 كسب 6-0 فعلا. 2001 كل الاعمار 2001 2003 2005 2006 و2007 اوكي، دي كل المسابقات اللي فيها كلمه بطولات جمهوريه. انا مش دعوه بدور المناطق، دي بطولات الجمهوريه المعتمده. تمام، خمس اعمار سنيه وكسبت في السوبر 6-0 لحد دلوقتي في المواجهات المباشره. يا مسهل احنا عايزينها دي صفر على طول، مش عايزين يعني مش عايزين ايه تبقى 6-1 ولا حاجه، احنا عايزينها دايما تبقى دائما 6-0. شرفتونا ونورتونا ودايما استاذ حكيم معاكم. ما تقولوش الصفقات ايه عشان الجمهور لا مش الناس بعينها يعني، طمن الناس بما لديه. هو عبد الحكيم هيقول لي بعد ما نخلص السفاحين جايين. لا 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 يا مسهل يا رب وتشوف ايه اللي هيحصل، ولكن ان شاء الله جمهور النادي الاهلي مصدق ادارته وعارف انه كابتن سيد مش طالع يقول كده اي كلام في الست دقائق، ده ليهم معيار، وانه فعلا النادي الاهلي هيركب سكواد يفوز على كل المخاطر اللي بيحاولوا يقفلوها، لكن جمهوره ده حماه ما بيخليش الدايره تقفل ابدا. دايما هو الجمهور هو الاساس في كل شيء، وهو دايما اللي بيحطنا
دائما في القائمه في الاول، دائما بنبص فوق ما بنبصش تحت عشان خاطر جمهورنا. شكرا جزيلا يا استاذ عصام. شكرا كابتن اسلام. شكرا جزيلا. انا بشكرك جدا على الحكيم على وجودك معانا. شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم. شكرا جزيلا. كانت هذه حلقه نهايه الاسبوع، ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم وحلقه جديده من البيت الكبير.